بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. سهره رياضيه جديده ملعب انتمي سبورتس، دائما ابدا معكم كل الاخبار والانفرادات والكواليس. مبروك لنادي الزمالك النهارده في مباراه رائعه جمعت ما بين الزمالك والاهلي على كاس السوبر الافريقي لكره اليد والمترشح والمتاهل لكاس العالم للانديه. الزمالك استطاع ان يفوز في الثواني الاخيره من اللقاء بفارق هدف وحيد. مباراه شهدت كل انواع الروح الرياضيه والاثاره والفن والمتعه الرياضية. كرة اليد الحقيقية الآن أصبحت في مصر. المباراة كانت رائعة وجميلة. دي الثانية الأخيرة وده الهدف الأخير وده فوز نادي الزمالك ووصوله إلى كأس العالم للأندية. فاول طلب الحكم أو عفوا طلب المدرب أوليفر الأسباني وقت مستقطع، اتلعبت اتسددت، جه منها هدف فوز نادي الزمالك وتتويجه بالسوبر الإفريقي. مبروك لنادي الزمالك بنجومه الكبار بجماهيرته العريضة، هارد لك النادي الاهلي بشبابه والحقيقه الرائع اللي قدم ايضا مباراه رائعه، لكن هذه هي الرياضه. كل التهنئه للزمالك وهارد لك للنادي الاهلي. هشترك حلقتنا النهارده اعزائي المشاهدين مع شوبير وسؤال الحلقه، ايه المطلوب من منتخب مصر لتخطي عقبه ليبيا؟ مهم تبعتوا لنا ومهم نقرا رسائلكم النهارده. عندي رسائل كثيره جدا من عدد كبير جدا من الجماهير عشان الفتره القادمه. المطلوب من المنتخب، المطلوب من كارلوس كيروش وجهازه المعاون. بتبعتوا لنا على صفحتنا على السوشيال ميديا اون تايم سبورتس اي جي. كالعاده موجز الاخبار. الزمالك يتوج بطلا للسوبر الافريقي لكره اليد للمره السابعه في تاريخه بعد فوزه على الاهلي في الثواني الاخيره 28-27، بيتاهل لمواجهه برشلونه في كاس العالم للانديه بالتوفيق ان شاء الله. الجهاز الفني للنادي الاهلي يعطي راحه غدا للاعبين ويواجه الاتصالات 13 سبتمبر والمقاولون العرب 16 سبتمبر وديا استعدادا للسوبر المصري يوم 21 امام طلائع الجيش. موسيماني يمنح لاعبي الاهلي راحه من التدريبات غدا والفريق يدخل معسكر مغلق بالاسكندريه يوم 16 سبتمبر، كل التمنيات بالتوفيق للجميع. أحدث صفقات الزمالك محمود شبانة بينتظم في تدريبات الفريق، راحة سلبية لمروان حمدي بعد شعوره بالإجهاد، ألف سلامة. بعد فخر الدين بن يوسف بيراميدز يعلن عن ثاني صفقاته عبد الله بن مجدي من صفوف مصر المقصة، وفاركو يعلن ضم علاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ. وبعد اعتذار مختار مختار عن تولي تدريب غزل المحلة، محمد عودة والمدربين محترمين جدا يقترب من قيادة غزل المحلة. أما في المصري فيبدو أن معين الشعباني صاحب الفوز ببطولة أفريقيا مرتين متتاليتين مع الترجي التونسي أصبح المرشح الأول لتولي تدريب الفريق. المصري يتعاقد مع الفلسطيني محمد بلح بعد إعلانه ضم أحمد الشيخ وعمرو مرعي وأحمد علاء وإسلام جمال وأسامة الجزار وغضب في صفوف ايسترن كامباني او الشرقيه للدخان بسبب ان هم اللي كانوا بيعملوا كل التفاوض وكل الاوراق لهذا اللاعب الفلسطيني. عموما حصل خير. الاتحاد السكندري بقياده رئيسه محمد مصلحي يواصل وفي هدوء تام ضم لاعبين متميزين، هذه المره مع الغاني بنجامين بواتينج ثلاث مواسم. اما طلائع الجيش فقد استعار رامز مدحت من دجله وتعاقد مع كريم عمير لاعب نادي بوردو الفرنسي السابق. في مفاجأة مدوية، نادي المقاولون العرب بيستبعد 10 لاعبين من القائمة الأولى للموسم الجديد على رأسهم إبراهيم صلاح بعد مشوار حافل إبراهيم صلاح مع عدد كبير من الأندية وأحمد حسن مكي. بعد أن كانت تسير بهدوء وبانتظام، اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة بلدية المحلة تلغي الانتخابات بعد الاتهامات المتبادلة بين المرشحين بالتزوير. استدعى الشرطة رئيس اللجنة المشرفة ولكنه حدث هرج ومرج فقرر رئيس اللجنة إنهاء أو إلغاء العملية الانتخابية. وبعد أن كان بطلا متوجا في تركيا بعد البداية الرائعة في تصفيات كأس العالم، الاتحاد التركي يعلن فسخ تعاقده مع مدرب المنتخب شينول جونيش بالتراضي بعد خسارة ثانية أمام هولندا لكنها كانت قاسية 6 أهداف مقابل هدف. نهائي ولا أغرب ولا أعجب في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، كل الكبار والمخضرمين خرجوا والصغار والصاعدين تأهلوا. ليلا فرنانديز الكندية تتأهل إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس
بالفوز على البيلاروسيه ارينا سابالينكا، هتصطدم بالبريطانيه ايما رادوكانو التي فازت هي الاخرى على اليونانيه ماريا ساكاري. من جديد التهنئه لنادي الزمالك، نعيش هذه اللقطات ثم نبدا التفاصيل. بطولة جديدة تضاف إلى بطولات نادي الزمالك في موسم رياضي إداري ناجح بنسبة 100%. آخر بطولة كانت بطولة الدوري العام لكرة القدم، وبعدها بأيام قليلة ها هو الزمالك يتوج أو ينجح في التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي. خلينا نرحب ونبارك للكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك. كابتن حسين مساء الفل وألف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن أحمد، الله يخليك. عايز اسال حضرتك سؤال لان عندي محاور كتيره جدا، لكن كابتن حسين لبيب نجم كره اليد السابق اللي اتعاقد مع المدرب اوليفر روي وفي هذه التوقيتات الصعبه جدا، يعني هل كان عندك رؤيه، كان كنت شايف المباراه خاصه البطولات اللي من مباراه واحده بتكون في غايه الصعوبه، كان عندك رؤيه في حته تغيير المدرب وافتتاح الدوري بهذه افتتاح الموسم بهذه المباراه الصعبه؟ يعني كان عندي رؤيه يا كابتن احمد ان احنا يعني الهاندبول بالنسبه لي يعني البطوله العالم هي اللي عيني عليها. نعم. احنا السنه دي يعني لو انا مذاكر صح احنا انا عندي 6 بطولات بما فيهم بطولات يعني مصر سواء الدوري. نعم. او الكاس، فكان لابد ان احنا نهتم بالقصه دي وعنا على بطولة العالم للأندية. نعم. ففضلت ان احنا نجيب المدرب روي اللي هو اسباني، لان المدرسة الاسباني دلوقتي من اعلى المدارس في التدريب في مجال كرة اليد، ومعاه كمان واحد عشان ما بخسوش حقه اسمه ماريو، ده خاص بالريهابيليتيشن والفيزيكال فيتنس، يعني مدرب معاه للاحمال والتنشيط وكده. فبالتالي انا عيني على بطوله العالم مش على السوبر افريقي، لان السوبر افريقي احنا بقالنا دي 7 مرة ناخده، فيعني الحمد لله الولاد متعودين ان هم ياخدوه على طول. طيب كابتن حسين، المباراه كانت صعبه ورايحه جايه، الشوط الاول 16 14 للنادي الاهلي، ضربات جزاء بتتصد هنا، ضربات جزاء بتضيع من هنا، المباراه رايحه جايه، امتى حسيت ان المباراه بقت بتاعه نادي الزمالك، او امتى جالك قلق ان المباراه ممكن تضيع من نادي الزمالك؟ لا، طول عمر المباريات الكرة اليد بصرف النظر النادي الزمالك والنادي الاهلي هم يعني قطبي الرياضة في مصر، والمباراة عموما بتبقى طول عمرها الفرق بيبقى جون او جونين. صحيح. بس احنا كنا معتمدين اعتماد كامل ان خبرات لاعبي الزمالك بجد عالية. نعم. وعندنا من 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 لاعبين طول مهارات والخبرة تقال، فيعني نوعا ما كنت مطمئن ان المباراه بتاعتنا، انما يعني كنت مستني اخر 5 دقائق في الدقيقه مثلا 54 55 حسيت ان كريم هنداوي ويحيى واحمد هيقدروا الحمد لله يوصلونا لنتيجه الفوز. كابتن، يعني بطوله العالم وصعوبتها بالتاكيد، المواجهه الاولى مع برشلونه مواجهه ليست بالسهله على الاطلاق، وتاريخها قريب يوم 6 اكتوبر، هل بتفكر تدعم الفريق بعدد من اللاعبين، خاصه ان لوائح كره اليد بتسمح انك في البطولات دي ممكن تدعم بلاعبين؟
اكيد طبعا، بس الاساس برضو ان انا برجع للمدير الفني طبعاً. وبشوف رؤيه المدير الفني وبنقعد معاه. احنا زي ما قلنا مرارا وتكرارا ما بنتدخلش ابدا في قرارات المدير الفني، بس في نفس الوقت بنقعد معاه وبنقول له الرؤيه بتاعتنا وهو بيقول الرؤيه بتاعتنا، والمدرب اللي معانا ده يعني في تواصل دائما بيننا وبينه، وفعلا هو يجيد العمليه دي العمليه التدريبيه ومهيئ الفريق للياقه بدنيه عاليه. يمكن هو ده اللي كان مطمني شويه النهارده، بصرف النظر الواحد كان طبعا على اعصابه. نعم. لان برده انت عارف ان المباراه تقيله، مش لعبه بين الزمالك والاهلي تقيله طول عمرها. فبالتالي يعني انا متخيل ان احنا ما نقعد مع مستر روي هيبقى التفاهم بيننا واضح تماما. اذا كان هو محتاج اي لاعبين يعني زي ما بنسميها محترفين طبعا هنجيبهم له فورا، انما انا حبيت المره دي في السوبر العب بالتيم بتاع نادي الزمالك فقط، ما اجيبش اي واحد محترف ولا حاجه، لان يعني انا مطمئن تماما ان الصفقات اللي عملناها في كره اليد اضافت لنادي الزمالك. وانا الفريق بتاعي يعني انا يعني كان تفاؤلي ان انا بالفرقه بتاعتي اقدر ان شاء الله ان احنا ناخد الماتش بدون اي محترفين، انما بطوله العالم شيء مختلف طبعا. هل اللي حصل النهارده في المباراه وهذا التنافس والمباراه اللي استمرت حتى الثواني الاخيره مؤشر لموسم قوي، موسم جيد هيكون فيه تنافس عنيف ما بين الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي؟ طبعا، لان برضه فريق الاهلي فريق ذو امكانيات عاليه جدا. نعم. ويمتلك مجموعه من اللاعبين صغار السن كويسين جدا، ومعاهم مدرب محترم جدا الكابتن طارق محروس. فلا نعم. طبعا انا متخيل السنه دي ان شاء الله دوري كره اليد هيبقى يعني دوري جميل، كل محبي وعشاق كرة اليد هيستمتعوا ان شاء الله. مستحقات اللعيبة حصلوا عليها يا كابتن؟ يعني ده شيء خاص بالنادي الزمالك يا كابتن؟ لا، ما هو كانت من المشاكل اللي موجوده. لو اللعيبة اشتكوا لك؟ لا بالعكس، ما اللعيبة كانت تشتكي دائما وابدا من تأخير المستحقات وان ما كانتش موجوده، وان حضرتك وعدت الحقيقه من البدايه ان المستحقات لن تكون لفريق كرة القدم فقط لا غير، وبدأت القصه. فانا بطمن جمهور نادي الزمالك. لا، طمن جمهور نادي الزمالك ان انا عمري ما قلت كلمه وما تمتش. فبالتالي يعني ممكن تسال لاعبي كره اليد اذا كان هم اخذوا مستحقاتهم ولا لا، ده سؤال ما تسالهوليش. لا بالعكس، حضرتك انا وعدت يبقى انا اوفيت بالوعد. اذا لعيبه الزمالك حصلوا على مستحقاتهم بالكامل، وده بيفرق جدا لا من خلال بالكامل دي لا، او خدوا على خدوا جزء كبير من مستحقاتهم، وبالتالي ده امر مهم جدا ومحترم انه اللعيب بتبقى اعصابه هاديه، عارف انه فلوسه موجوده، حتى لو متبقي له جزء في اداره محترمه هاديه بتقدر تخلص كل الامور بنجاح تام. طيب، بس انا برضو عشان اطمن جماهير نادي الزمالك بعد نعم. اذنك يا كابتن احمد، نعم. يعني سبيشلي كده او خاصه فريق كره اليد لو قعد 24 شهر ما بياخدوش مستحقاتهم، انا متاكد ان هم هيلعبوا ويفوزوا زي ما هم طول عمرهم بيلعبوا ويفوزوا. مش عشان انا معاهم كرئيس نادي، انما عشان انا معاهم كعضو في عائله كره اليد الزملكاويه. طيب كابتن حسين، خليني بعد التهنئه والمباركه لكره اليد اروح شويه معاك عن الموسم الجديد. عندنا انتخابات رابطه الانديه خلاص على الابواب. هل الزمالك اعلن عن مرشحه؟ يعني لان رابطه الانديه هي التي ستقود الدوري الموسم المقبل. مظبوط يا كابتن احمد. نعم. وطبعا دي حاجه بقعد فيها مع اساتذتنا العظام في مجال كره القدم الزملكاويه، وبنقعد مجموعه بنشوف احسن اختيار من وجهه نظرهم كلهم، لان زي ما بنقول برضو دائما ان احنا يعني كل يعني زي ما بيقولوا كده كل واحد وله صنعته. فاسلم حاجه ان انا اقعد مع الكباتن الكبار زي كابتن ابو رجيله والكابتن احمد مصطفى وبرضو الكابتن فاروق جعفر والكابتن حسن شحاته. يعني عندنا مجموعه من الرموز النادي في كره القدم بنقعد نستشيرهم وناخد ارائهم بحيث كلهم يجتمعوا على اسم يبقى هو ده الافضل لتمثيل نادي الزمالك في رابطه الكوره، لان احنا كلنا عارفين ان رابطه الكوره دي هتبقى هي اساس كره القدم في المواسم القادمه ان شاء الله. اسئله كثيره على السنه جماهير نادي الزمالك امها بن شرقي، لانه الكلام حول الشرط اللي وضعه اشرف بن شرقي للتجديد ورفض البعض من خلال التصريحات اللي بتطلع. انا بقول من خلال التصريحات اللي انا سمعتها من بعض الساده الافاضل اعضاء مجلس الاداره لهذا الرفض. الى اين وصلت المفاوضات ومتى ستتضح الامور تماما؟
كابتن عاشر بن شرقي مستر كارتينيوم مديله اجازه اليوم 14. نعم. وانا مش مستعجل على حاجه ابدا، هو في يعني كل الامور مع كابتن عاشر بن شرقي، يعني عندنا اتفاق في كل الامور ما عدا بند واحد احنا مش موافقين عليه ولن نوافق عليه. وبالتالي اول ما يظهر معايا الموضوع ده نهائي هتلاقيني بطلع اصرح بيه دائما ابدا. وارجو برضو ان انا بقول ان اي حاجه خاصه بكره القدم الوحيد اللي يقدر يتحدث فيها والناس كلها تبقى مقتنعه ان الكلام ده طالع من نادي الزمالك اسف هو انا فقط. تمام. اللي هطلع اصرح اي تصريح اخر من اي شخص اخر لا يعتد به على الاطلاق في موضوع منظومه كره القدم بنادي الزمالك. هايل. طيب لن توافقوا عليه، هل هو شرط قابل للتفاوض ولا شرط يعني انتوا لا يمكن ان انتوا توافقوا مطلقا عليه وبالتالي من الممكن انه الامور ما تسيرش في الاتجاه اللي انتوا عايزينه؟ لا يعني هستسمح حضرتك ده امر بقى خاص بينا. نعم. لما ان شاء الله اوصل للنهائي فيه هبقى اطلع اقول قدام كل مصر مره واحده. طيب امتى تتضح الصوره النهائيه يا كابتن حسين؟ متهيألي على يوم مثلا 20 بالكثير ان شاء الله. طيب كل التكهنات بتقول انه الاعلان عن تجديد التعاقد عن عوده حمد النجاز اصبحت وشيكه، صحت هذا الكلام يا فندم؟ يعني بدل ما طلعتش صرحت بحاجه يبقى لسه. ما حضرتك معايا بتصرح يا كابتن حسين اهو، يعني بقى مهم. لا بدل انا ما صرحتش. نعم. ما ردتش يبقى انا لسه ما وصلتش للنهايات. ما هو بس يعني المؤشرات بتقول كده، هل المؤشرات صحيحه؟ يعني مش هقدر اصرح الا لما يبقى في زي ما تعودنا حضرتك يبقى الموضوع تم بيت كامل، لان اي حاجه في وسط الموضوع وهو سواء في نهايته او في اوله او في نصفه بتبوظ اي فكر احنا بنفكر فيه. وانا برضو يعني شايف ان الحمد لله رب العالمين احنا دلوقتي قدرنا نوصل ان الافكار كلها بتاعتنا ما بقتش على المشاع او ما بقاش كل الناس بتتكلم فيها. انما يعني الناس كلها تقول اللي هي عايزاه، انا محترم كل اللي بيتكلموا بس ما فيهمش حاجه مظبوطه الا لما هنطلع نصرح بيها. لكن في حاله اكيد في... مش النهارده يا كابتن. طيب لكن في حاله من الرضا ان شاء يعني في حاله من الرضا احنا راضيين عن البطولات اللي قدرنا نحققها وان جماهير نادي الزمالك سعيده بالبطولات دي وده اللي بيسعدنا فعلا ان احنا نسعد جماهير نادي الزمالك. حضرتك ده اكثر حاجه سعدتني. حضرتك في تصريح سابق معايا قلت انه بالفعل هناك تفاوض مع كابتن عبد الله السعيد ولكنه خرج مسؤول نادي بيراميدز ونفوا هذه التصريحات، ثم يعني شد وجذب ورد تصريحات من هنا وهناك، هل هناك جديد؟ ما فيش من هنا وهناك، احنا ما صرحناش باي حاجه بعد اللي انا طلعت قلته لحضرتك. نعم. ومحترم جدا اي حاجه نادي. طب خلينا 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 من هناك، لكنه هل من جديد؟ لا يعني بالتالي زي ما قلت لحضرتك بقى في الاول يعني ما تخلينا نفرح النهارده ما انا عمال والله بدي الحلقه بتهنئه وفي وسط الحلقه بتهنئه وبقى مع حضرتك بتهنئه. كابتن حسين جماهير الزمالك الحقيقه بتثق في راي حضرتك وفي كلام حضرتك وشايفين حاله من الاستقرار ومن الهدوء ومن البطولات، وانت حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، قلت خدوا مني الكلام وبالتالي يبقى رئيس نادي الزمالك موجود معايا، جماهير الزمالك متلهفه انها تطمن على فريقها، لان موضوع عبد الله السعيد موضوع مهم والناس عايزه تطمن، هل عبد الله السعيد قريب من نادي الزمالك ام لا؟ طيب خليني اقول ان انا اي حاجه هصرح بيها في الوقت المناسب بس بعد اذنك عشان ما يبص اي حاجه احنا بنعملها. نعم. فاستاذنك بس مهما هنقعد مش هقول لا 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 بالعكس يا فندم، لا بالعكس والله على راسي من فوق طبعا. لا. حضرتك تجاوب زي ما انت عايز. طيب خلينا اسالك عن جنش، لان جنش برضو موضوع مهم وهو ما بينزلش التدريبات بناء على رغبه من كارترون وحق المدير الفني كده. تماما اخر التطورات بالنسبه لجنش؟ لا لسه يعني برضو يعني انا قعدت من يومين مع الكابتن جنش كويس ومستر كارتيرون يعني قال ان الكابتن جنش يعني ما هواش لسه سامح له ينزل التمرين. نعم. فانا قعدت مع كابتن جنش اللي باكده ان كابتن جنش يعني واحد من كبات النادي الزمالك. نعم. عاشق لنادي الزمالك بيحب نادي الزمالك له دور مهم في النادي وبالتالي احنا بنشوف دلوقتي ايه اللي نقدر نعمله بما يوافق مستر كارتينون وكابتن جنش. انما اللي باكده كابتن جنش يعني بجد مش هزاره، ما قعدت معاه
هو يعني ما عندوش اي مشكله خالص مع نادي الزمالك اطلاقا، وهو عاشق لنادي الزمالك زي ما انا قلت. فخلينا برضو الامور دي لما نوصل لحاجه هتلاقينا طلعنا وصرحنا بكل طيب حاجة. بعد رحيل كابتن احمد عبد المقصود الفينيه لتدعيم الجهاز بمدرب اخر مساعد؟ اكيد طبعا، بناء على يعني رغبه المستر كارتيرون، سواء الكابتن احمد عبد المقصود يرجع تاني او نجيب واحد تاني. طبعا اكيد طبعا اكيد. طيب كابتن حسين، حضرتك عملت تصريح بعد الفوز بالسوبر تاني برجعك للسوبر والافراح اهو، لكن قلت انه فرصه بقى ان احنا قلت كده بالظبط نسلم النادي لمجلس منتخب والعوده لبيوتنا في الوقت اللي كثير من اعضاء ومن جماهير نادي الزمالك شافت حاله من الاستقرار والبطولات، وبدات تقول انه هذا المجلس مجلس محترم ومن حق من حقنا ان نراه من جديد في يعني مكانهم كمجلس اداره نادي الزمالك. يعني انا قلت الكلام ده فعلا مظبوط 100% قلته، ده اللي هو طلع مني وانا اعي كل كلمه بقولها، مش ان انا اعي الكلام لا، بس فعلا انا الانتخابات بالنسبه لي مش في تفكيري خالص. انا ناقص دلوقتي بطوله واحده ونمره اتنين اهيئ الجو المناسب لعمل انتخابات جميله تليق باسم نادي الزمالك، وفي الاخر خالص هيبقى قراري اذا كان انا في نيتي الترشح من عدمه. انما الى الان لم اتخذ قرار، انما بجد زي ما بقول برضه يعني المجهود كبير جدا والنادي محتاج وقت جامد جدا، فبالتالي لسه بوزن كل الامور. ولازم هسال عيلتي هم اللي هيوافقوا ولا لا. كمان العائله زملكاويه قويه، يعني العائله لبيبيه زي ما حسين بيبي يبقى موجود يعني هم موجودين، يعني هيوافقوا على قرارك لو انك يعني موضوع الترشح يعني فبالتاكيد هيساندوك. يعني اذا لسه لم تتخذ قرار نهائي سواء بالترشح او لا. لا يا فندم. نعم كابتن حسين، انا بشكرك شكرا جزيلا، بجد التهنئه لحضرتك بالفوز ببطوله السوبر الافريقي لكره اليد على حساب النادي الاهلي 28-27 في مباراه كانت رائعه. يعني خلينا نقول كل التهنئه وكل الحب لنادي الزمالك ويستحقه عن جداره واستحقاق، لكن كل التحيه للنادي الاهلي. الحقيقه بحيي طارق محروس المدير الفني، عمل مباراه رائعه، كان قريب جدا في اوقات كثيره جدا من الفوز، لكنه هي كره اليد غداره، ممكن تبقى فرق ستة فالمباراة فجأة تقلب. يعني اللعيبة عملوا ماتش كويس جدا، وعلى فكرة كل التكهنات والترشيحات قبل المباراة كانت بتقول انها لصالح نادي الزمالك، لكن اللي عمله النادي الاهلي النهاردة ولعبته خلت امال جماهيرهم تتصاعد الى السماء. صحيح زعلوا جدا بعد الهزيمة يعني جماهير نادي الاهلي، لكن من جواهم عندهم حالة رضا، كانوا متخيلين ان الفارق سيكون كبير. لكن خلينا توقف عند لقطة مهمة جدا، وهي لقطة الصلاة، لقطة الصلاة للفرقتين مع بعض قبل المباراة. الحقيقة يا رب يعني لبعض مهاويس السوشيال يفهموا هذا الكلام، انه حضرتك لو انت عايز تصدرها معركة او خناقة، مش الخناقة، التنافس هو في الملعب. يعني احنا كنا بنتنافس في الملعب بمنافسة غير عادية، يعني كنا بنجيب دم، واحد يخبط في العارضة، واحد كوعه يخبط في التاني، واحد رجله تتكسر، كل ده كان بيحصل دون أذية ودون قصد. لكن في النهاية أطلع عامل اللي عليا، كسبت الحمد لله والشكر لله، خسرت الحمد لله والشكر لله، لكنه في النهاية بأدي واجبي إلى آخر نقطة عرق. فلما يبقى الفرقتين بالشكل ده بالطريقة دي بالأسلوب ده، كريم هنداوي لحد قريب كان حارس مرمى النادي الأهلي، على الناس أن تعي وتفهم مفهوم الاحتراف. وقبل ما اروح للقاءات مع نجوم نادي الزمالك، عايز بس الحقيقه اغير مفهوم شويه عند الناس. الكلام ده ممكن يزعل البعض او ممكن البعض يفهمه بشكل تاني، يقول لك شوبير بيلمح ولا بلمح ولا بمهد، ولا بلمح ولا بمهد، لكنه بتكلم وبشرح. من 12 سنه كان كريستيانو رونالدو النجم الاول لفريق نادي مانشستر يونايتد، نجم كان عنده كام 24 سنه، وجابوا السير اليكس فيرجسون وكسر الدنيا من سن صغير، تراك 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 ماشي ايه، وبطولات والدنيا واوروبا ودوري وحدوته وقصه. فجاه قال لك انا همشي وراح طالع على ريال مدريد. يا رب اكون بس بقول التواريخ صح. ريال مدريد راح خد بقى 3 بطولات أوروبية، وخد دوري وخد سوبر وخد كاس وعمل تاريخ غير عادي. فجأة قال لك رايح اليوفي.
راح اليوفي 3 سنوات، خد دوري وخد هداف وخد، لكنه ما كانتش مميزه يعني، سنوات ما كانتش مميزه قوي، مع انه هداف الدوري وخد هداف اوروبا وخد 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 كل حاجه، لكنه مش بحجم انتصارات مانشستر يونايتد ولا ريال مدريد. هو عنده طموحات، خلي بال حضرتك انا بكلمك على واحد عنده 36 سنه بس فعليا في الملعب 26 سنه، فقرر انه يوقف الكارير بتاعه مع اليوفي وانه ينتقل مره اخرى الى نادي جديد. احنا كلنا كنا مفكرينه رايح اسوان والكلام والقصه والحدوته اللي هو المان سيتي، فوجئنا بيه في اسكندريه صفوف المان يونايتد. على فكره وقال لك انا لسه مكمل، يعني حتى سنتين ولسه خيار تاني ممكن يكمل لل 39. ما هو زلاتان ابراهيموفيتش برضه مجننا، يعني راح الميلان غير شكل الميلان 39 سنه، تفهمش حاجه. هو هيختتم حياته غالبا في امريكا يعني، ده كريستيانو رونالدو. برجع ليه؟ لانه بتكلم على قصه كريم هنداوي. كريم هنداوي كان حارس الاهلي، راح الزمالك وبعدين راح بره وبعدين رجع الاهلي وبعدين راح بره وبعدين رجع الزمالك وهكذا. هي اللقطه دي، هي اللقطه دي. اعتقد كريم هو الامام يا جماعه، يعني مش عارف، اعتقد كريم هو الامام ما بين اهلي وزمالك. وعلى فكره اللقطه دي كانت دائما وابدا، كان عندنا كوريدور في استاد القاهره كان دايما وابدا والاوضتين قدام بعض، يعني اوضه الاهلي اوضتين الفرقتين قدام بعض، لما بنلعب الزمالك بيبقوا قدام بعض. وبالفعل كانت تيجي صلاه المغرب كنا بنطلع بنصلي جماعه دائما وابدا. الصوره دي كانت موجوده على طول في كره القدم. منه لله ومنهم لله، وربنا ينتقم منهم اللي قعدوا يغزوا الفتنه ويزرعوها وعملوها حرب وعملوها سحر وعملوها مش عارف ايه وعملوها ايه وعملوها حاجات كثيره جدا جدا، لحد ما بدات القصه توسع 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 وبدات حاله التربص اللي موجوده زي ما انت شايفينها على السوشيال ميديا. يعني انا بحكي لك واقع انت عايشه عالمي، واقع انت عايشه هنا محلي بس مش في كره القدم. يعني هل ممكن ناس يبقى عندها فكر متغير او ناس عندها هو ده الفكر؟ انا جبت لك فكر بريس في ريال مدريد قال لا، فكر ملاك مانشستر يونايتد قالوا قصه كريم هنداوي والانتقال من هنا لهنا، الاهلي ضامن لعيب من فريق الفولي بتاع الزمالك السنه دي عادي، لما بياخد من سموحه لما بياخد من الاتحاد لما بياخد مش عارف ايه في العاب اخرى محدش بيتكلم، لكن بتيجي على اهلي وزمالك بتبقى قصه حدوته. والتنافس موجود زي برشلونه وريال مدريد، فيجو لما اتنقل الدنيا قامت وما عادتش بتحصل، على فكره بتحصل طبيعي. يعني ميسي الناس بتسقف وتغني لانه راح باريس سان جيرمان، لكن لو كان راح ريال مدريد كان زمان الدنيا مولعه مشتعله في اسبانيا. افكار ومعتقدات وحاجات احيانا بتكون مترسخه في الاذهان يعني، لكن هي دي الحياه، هو ده او هي دي الرياضه، هو ده الاحتراف. لازم تعيشه بسلبياته وايجابياته. يا رب تكون الرساله وصلت لاعب الاهلي، لاعب الزمالك اللي انتقل للنادي الاهلي ومحمد محسن لاعب الكره الطايره، بس في لاعب من سموحه في الباسكت لسه جاي الاهلي، وفي لاعب مش عارف منين وهكذا. كل ده مش مهم، لكن بتيجي على الاهلي والزمالك هي دي الجماهيريه. مظبوط ولا انا غلطان؟ نشوف لقاءات مع لعيبه الزمالك بعد التتويج بكاس السوبر الافريقي ونعود من جديد. نجاح اليوم حققناه للعمل على فترة مع نادي الزمالك. نعم أنا أعمل كثيرا مع الفريق وتنفيذ المنظومة والخطط اللازمة. قلت نحن جاهزون أيضا للمباريات القادمة وأظهرنا أداء متميز ورائع اليوم في المباراة. نعم كانت مباراة صعبة جدا، وخاصة أن تبدأ ديربي الموسم أمام النادي الأهلي، وأنا أعلم أننا على في مرحلة بناء هذه المنظومة وأن نقوم بتكتيكات جديدة مع الفريق، وأثبتنا أيضا القدرات في المستقبل. الحمد لله كانت صعبة جدا، كانت علي يعني كان في ضغط كبير جدا الحمد لله على الواحد، لكن الحمد لله ربنا الحمد لله يعني كان موفقنا الحمد لله النهارده وكسبنا ماتش مهم جدا 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 ما بين فرقتين محترمين فرقتين مركزين. الاهلي طبعا عمل اللي عليه ماتش كبير، واحنا الحمد لله عملنا اللي علينا ماتش كبير ومسكنا في الماتش، والحمد لله كنا فضلنا مركزين لاخر وقت، فكان ماتش صعب يعني الحمد لله على المكسب يعني.
دايما متعودين نشوفك انت ومحمد عصام الطيار في تيم واحد بتدعموا بعض. حتى طيار كان بيتكلم قبل الماتش ان هو مخضوض ان هو يشوف كريم هنداوي الناحيه الثانيه. قول لي عن المواجهه ما بين كنتوا الاثنين واتكلمتوا قبل الماتش قلتوا ايه؟ لا حقيقي طبعا قلت له طبعا ربنا يوفقك وهو قال لي ربنا يوفقك حقيقي يعني من قلبي وهو من قلبه وانا عارف عصام نجم وحبيبي واخويا. فعلا انا كنت حاسس فيها غلط يعني حتى واحنا واقفين بره بقول له يعني فاهم المفروض متعودين ننزل ورا بعض ننزل جنب بعض لكن النهارده كانت حاجه غريبه لكن هي دي الرياضه. بتمنى له التوفيق في كل حاجه هو لعيب حارس كبير وحارس عظيم ودايما متالق ودايما بيدي الفرق للفرقه بتاعته فبقول له ربنا يوفقك وفعلا النهارده انا حسيت ان في حاجه غريبه بس زي ما بقول لك هي دي الرياضه والحمد لله النهارده على المكسب يعني. هي دي الرياضة ده اللي قاله كريم هنداوي واللي أنا متمسك بيه. خلينا ناخد شوية أخبار مهمة نبدأ بمنتخبنا الوطني هيسافر إن شاء الله يوم 10 أكتوبر بطيارة خاصة ما قدمناش إلا كده لأنه أنت عندك مشكلة هتلعب يوم 9 والمباراة الثانية يوم 12 فده قرار مهم إن احنا نسافر بطيارة خاصة لكن تاني مش هزهق في موضوع الاستعداد الجيد لمباراة ليبيا أو مباراتي ليبيا زي ما عايز تقول قول يعني بالتشكيل زي ما أنت عايز. مباراتين بيتحدد فيهم وعليهم ومنهم مصيرنا في التصفيات وده هيكون محور حواري مع الزميلين العزيزين وليد الحديدي وأحمد عطا فمش هرغي كتير في الموضوع ده لحد ما ينورونا في الجزء الأول من الحلقة. بالمناسبة الجزء الثاني من الحلقة العاب يا ترسانة هنحتفل بمأوية الترسانة. ترسانة تاريخ عريق وكبير وعظيم. النهاردة هيكون معنا دكتور عادل سعد مؤرخنا الكبير جدا عامل مفاجآت بالجملة لجماهير الكرة المصرية. الترسانة تاريخ عظيم جدا معلش ترسانة ممكن في الدرجة الثانية بقاله فترة بيعاني لكنه الناس بتحاول الناس بتجتهد مجلس إدارة بقيادة الصديق العزيز طارق سعيد ومن قبله كان في شخصيات محترمة كابتن حسن فريد من الشخصيات المحترمة جدا مهندس سيد جوهر لواء عبد المنعم الحاج أسماء كثيرة جدا عبر التاريخ هيقول لنا عليها طبعا الدكتور عادل سعد. النهارده في حلقه في جزء من الحلقه خاص بنادي الترسانه اللي يستحق كل تحيه وتقدير يعني بتصور شيء رائع وشيء ممتع لنادي الترسانه. النهارده الاحتفاليه يمكن كانت صغيره شويه طبعا ظروف الكورونا ما سمحتش بانه يعني تبقى احتفاليه جماهيريه كان المطرب الجميل محمد فؤاد كان هيحيي حفله وكانت حدوته لكنه ايا كان كل التمنيات بالتوفيق ان شاء الله لنادي الترسانه العظيم يعني. الاهلي مؤكد اكرم توفيق لن يشارك في مباراه السوبر امام طلائع الجيش لكن الاهلي عنده كتير جدا خاصه الاهلي ما اعلنش عن يعني حركه تغييرات داخل اللعيبه باستثناء مروان محسن وتم الامر بالتراضي التام ما بين مروان وبين اداره الكره في النادي الاهلي ومروان عنده اكتر من عرض وننتظره. اكرم توفيق لن يشارك اصلا ما بيروحش النادي يعني الماسك حتى اللي هيلعب بيه لسه لم يصل من الخارج لانه مش هيقدر يلعب الا لما يكون موجود. تعرفين اكرم كان جاله شرخ في عظمه الوجه فيه اثناء التدريبات استعدادا لمباراتي انجولا والجابون. اكرم مهم لكن طبعا محمد هاني واكرم على فكره اصلا وسط ملعب يعني الظهير الايمن الاساسي للنادي الاهلي هو محمد هاني واحمد رمضان بيكم اللي كان بيلعب باك رايت انتقل الى صفوف سموحه ففي عدد كبير جدا بالدليل ان الاهلي سجل 36 لعيب في قائمته رقم كبير جدا سجله النادي الاهلي وسجل كل اللعيبه زي ما قلت لحضراتكم فقط باستثناء كابتن مروان محسن اللي خرج من القائمه باقي قائمه النادي الاهلي كامله يعني الاهلي بعت الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء وسعد سمير ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود متولي وبدر بنون وايمن اشرف ومحمد هاني واكرم توفيق وعلي معلول محمود وحيد احمد رمضان بيكم لانه طلع عارة بس على ذمته يعني احمد نبيل كوكا اليو ديانج عمرو السولية حمدي فتحي كريم ندفد محمد محمود ناصر ماهر مجدي قفشة حسين الشحات طاهر محمد طاهر وليد سليمان جونيور اجايه محمود كهربا شادي رضوان العربي بدر محمد شريف صلاح محسن اليو باجي وكمان خلي بالك والتر بولي احمد ياسر ريان فهد جمعه ما يقدرش يشيل حد من دول لانهم كلهم بتوعه يعني المعارة هو أليو باجي ياسر ريان موجود والتر بواليا موجود فهد جمعة موجود أحمد رمضان موجود شادي رضوان موجود دول كلهم هيترفعوا أسماءهم في القائمة التانية ويدخل مكانهم بقى بيرسي تاو لويس ميكوسوني حسام حسن كريم فؤاد مصطفى
البدري اللي خرج اعاره او هيخرج اعاره لنادي اخر، واحمد عبد القادر وعمار حمدي عشان الناس ما تقلقش تقول لك الله فين الجداد اللي في القائمه. الاهلي قرر انه هيعمل معسكر وهيعمل مباراتين وديتين، كانت النيه لثلاث مباريات بس ان المباراه يوم 21 سبتمبر فخلوا المباريات تبقى مباراتين مع المصريه للاتصالات ومع المقاولون العرب، وده النادي الاهلي كان بيفتقده بشده، قصه انك بتعمل مباريات وديه. وانا دايما وابدا هتقول لي اصل ما فيش وقت، لا، تاني يوم المباراه الناس اللي ما لعبتش تاخد مباراه وديه، كان طول عمرنا كده وما زلت انا مصمم على هذا الامر يعني عشان الموضوع ينتهي يعني. طيب، مجلس اداره النادي المصري اتفق مع معين الشعباني لتدريب الفريق، المفاوضات ما طولتش قوي، معين شعباني مدرب يعني واخد بطوله افريقيا مرتين، واخد الدوري التونسي اظن ثلاث اربع مرات متتاليه، تم ارسال تذاكر الطيران. معين شعباني اسم كبير في عالم كره القدم، يمكن الخسارة الإفريقية السنة اللي فاتت واللي قبلها عجلت بالإطاحة به، لكنه تجربة جديدة، الأهلي عمل تجربة موسيماني ناجحة حتى هذه اللحظة، هل تكون تجربة معين الشعباني ناجحة؟ أتمنى لها النجاح لأنه المصري يستحق، ومعين الشعباني أنا بحبه معين على المستوى الشخصي وصديقي يعني بحبه على المستوى الشخصي، يعني أعتقد أنه هيكون مكسب للنادي المصري، بس كلما يعني سرعوا في الإجراءات كل ما الأمور هتبقى أحسن عشان يقدر يعمل فترة إعداده ويتعرف على اللاعبين، والمصري ماشي بهدوء في الإجراءات أخرها أو التعاقدات أخرها كان محمد بلح. ها جالي أكثر من مكالمة من الأعزاء الأصدقاء في نادي الشرقية الدخان أو سموه إيسترن كومباني مش عارف يعني، فقالوا لي ده احنا خلصنا كل الإجراءات، وبعتوا لي الاتصالات اللي ما بينهم وما بين اللعيب واتصالات صوتية رسائل صوتية منه هو شخصيا انه خلاص وانه بيخلص الاجراءات وانه عشان الوصول واني 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 واني، حتى في الاخر قالوا احنا بنتفاوض عشان المصري ياخده. هي المفاوضات كده يعني، هو ولا تقدر تقول حاجه يعني، ممكن يكونوا ما يعرفوش، ممكن هو حد رشحهم، وكيل اللي رشح لك رشح له، في الاخر هو نجح في الاجراءات اسرع، ادى عرض اعلى، الله اعلم يعني، لكن كلهم بيقولوا انه لعيب جيد ووقع اربع سنوات للنادي المصري، ويعني اعتقد شركة الدخان ان شاء الله قادرين على ان هم يتعاقدوا مع لعيبة تانية باذن الله. احمد عادل عبد المنعم انتقل رسميا من الجونة الى النادي الاسماعيلي، والجونة خلاص على وشك ان يضم حارس مرمى شاب جديد لصفوفه قريبا غالبا. طيب، خلينا برضو اروح لغزل المحلة عامل يعني حاجة جيدة يا رب تنجح، انه بيجيب لعيبة شباب، وراح على النادي الاهلي جاب اخيرا بعد وليد مصطفى جاب كمان احمد السيد، ده لعيب شاب يعني على سبيل الاعراض، الارقام بتبقى خفيفه 250 الف وحاجات صغيره يعني، فانا شايف ان المحله بداوا يتحركوا بشكل جيد، بس الاهم هو المدرب، الكلام كله على كابتن محمد عوده، ومحمد عوده مدرب حماسي ومدرب جيد ونتائجه كلها جيده، فاتمنى ان شاء الله انه يعني اجراءات انضمامه تخلص بسرعه. هل يعني خلصوا التعاقد مع كابتن محمد عودة ولا لسه؟ ننتظر ونرى، هنشوف الدنيا شكلها عاملة ازاي. كمان فاركو عمل الصفقة رقم 11، هي مصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ، كل اللعيبة اللي بينوروا بيبقوا جايين من أندية صغيرة يعني، محمد عامر مثلا لما جه النادي الاهلي كان في كفر الشيخ، مختار كان في نادي اسكو، جمال عبد العظيم كان في نادي القناه، طاهر الشيخ كان في نادي الاولمبي، انا بقول لك من زمان، فبالك بقى من دلوقتي لما تتكلم على الوينش وبتتكلم على عدد كبير جدا من اللاعبين جايين من انديه صغيره، قال توفيق، اكرم توفيق واخواته كانوا المنصوره اصلا، ياسر ريان كان منصوره، يعني كلهم بيجوا من أندية صغيرة، فما تسمع كفر الشيخ أو تسمع نادي قسم تاني أو حاجة ما يعني ما تقول إيه، لا ممكن يكون لعيبة ينوروا ويكسروا الدنيا كده. 11 صفقة، رزقي حمرون، محمد فؤاد، كينجسلي سكري، محمود عماد، عبد الله بكري، محمود حمادة، أحمد مودي، رامي صبري، علاء سلامة، وأحمد صغيري، أعتقد هناك عين جيدة في نادي فاركو بتعرف تختار لاعبين كده. طلع الجيش كمان بعد كريم عمير، لاعب بوردو هو مصري فرنسي وبالتالي يسجل على أنه مصري بيلعب في صنع الألعاب، ميدو جابر من سيراميكا، كاسونجو من المصري، محمد الصباحي ومحمد جابر أيضا من المصري بس أعارة، رمزي مدحت من دجلة،
يعني معظمها اعارات، عبد الرحمن شيكا من الانتاج الحربي، محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقه انتقال حر، كل الانديه شغاله. انا بعمل لكم حلقه قريبا عن كل الصفقات، بس مستني الرؤيه تبان للاخر عشان نقدر يعني نحكي فيها. عجبني نادي الاتحاد السكندري انه بيسير بهدوء شديد جدا، ما بقولوله من انجولا النهارده بواتينج، بس مش بواتينج نجم المانيا، لكن بواتينج غاني اكيد من الاسره لان هم اصلهم من غانا، يعني 21 سنه، كان بيلعب في نادي المينا شاركس الغاني، وعقد لمدة 3 سنوات. الاتحاد كان عنده سوء بخت شديد جدا الموسم الماضي في معظم اللعيبة المحترفين ما بين إصابات وما بين رحيل، ولسه موقف رزاق سيسي لم يتضح حتى هذه اللحظة، منتظرين نشوف هيحصل ايه مع رزاق سيسي. بس انا اعتقد انه يعني هو مش في اولويات باتريس كارترون، هو مرتاح جدا في اتحاد سكندري، يبقى له سنة، فالزمالك هيحصل على مبلغ مش بطال، والاتحاد ايضا هيتفاوض بشكل جيد. انا اعتقد انه رزاق سيسي هيكون في نادي الاتحاد السكندري. نادي البنك الاهلي زي ما قال كابتن خالد جلال لما كان منورنا، انه جدد لمعروف يوسف لمدة 2 سنين، ضم محمد فتحي من نادي بيراميدز، كمان بيتعاقدوا مع مهاجم جيد، يعني اعتقد خبر جيد او تحركات جيدة لمحبي نادي البنك الاهلي. طيب نقف شوية عند نادي بلدية المحلة وعند الصور بتاعة المحاضر اللي على اساسها تم فتح باب الانتخابات وتم غلق باب الانتخابات. اللجنه القضائيه اللي هي المشرفه على انتخابات مجلس اداره نادي البلديه الغت الانتخابات. الانتخابات كانت شغاله ووصلت لحد بعد صلاه الجمعه وحضر حوالي 3000، كان في اتهامات كده متبادله بين المرشحين، اصل في تزوير في عمليات الادلاء بالاصوات يعني في احدى القوائم مش هحدد، قالوا انه بيحطوا اصوات بالتزوير، تانيين اتخانقوا، مشاكل. كان في قائمتين، قائمه مصطفى محمود الشامي، ده ابن المهندس محمود الشامي، شاب صغير ويعني واضح انه متحمس، وامين الصندوق الحالي، وقائمه مصطفى السمولي رئيس النادي الحالي المجمده رئاسته، ومعاه مجموعه، ده معاه مجموعه وده معاه مجموعه. لحد صلاه الجمعه الدنيا كويسه جدا، بعد صلاه الجمعه حدث هرج ومرج، ثم سياده المستشار المشرف على الانتخابات تعلق التصويت لحد صلاه الجمعه، تمام اوكي. تم الاستئناف بعد صلاه الجمعه، حصل بقى تراشق وخناقات ومشاحنات والفاظ واتهامات وتزوير، وحط اصوات في الصناديق. يا جماعه اصوات في الصناديق ده في قاضي على كل صندوق يعني. رئيس اللجنه المشرفه الحقيقه مره 2 3، بعدين اعلن ايقاف العمليه الانتخابيه، اخطر مديريه الشباب والرياضه، خرجوا صناديق الاقتراع من النادي وتوقفت الانتخابات. الحقيقه يا جماعه الخير احنا يعني كل املنا انه عايزين انتخابات، عايزين مجالس منتخبه، عايزين الجماعات العموميه تمارس صلاحياتها، مش عايزين تعيينات. كلنا بنقول كده وكل الناس بتقول كده وكل الناس نفسها في كده. طب وبعدين يعني هنفضل بقى نعمل خناقات ومشاكل وازمات؟ يعني الحقيقه ان لم تخن الذاكره ما شفتهاش، يعني ما شفتش انتخابات اتلغت قبل كده، بدات واتلغت يعني. هناك شيء ما يعني حدث. اتمنى انه مجلس اداره يجتمع ويحدد موعد تاني للجمعيه العموميه، يكون هناك اجراءات امنيه مشدده، وايضا يكون هناك وضوح تام في الرؤيه وتتعمل انتخابات. ومن حسن الحظ ان ده مش اخر، ده لسه الدنيا معانا لشهر 11، لانه هلم جرى في مجلس اداره جديد لنادي بور فؤاد. للاسف الاسماء موجوده، هشوفها لحضراتكم لانه عايزين نهنيهم ونبارك لهم. لا معلش هقولها لكم بعد شويه. مجلس اداره، او ملهوني برضه عشان اقوله، الناس المحترمه الافاضل اللي جم تولوا المسؤوليه في نادي بور فؤاد بعد انتخابات مرت بهدوء شديد جدا دون مشاكل دون ازمات. بس قبل ما اقول بور فؤاد، الحقيقه المقاولين العرب الحقيقه القائمه مفاجاه، لانه 10 لعيبه او 9 لعيبه، ابراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب اسماعيل، احمد حسن مكي، احمد شكري، احمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجويني، ايدي موسس، كلهم خرجوا. المقيدين ابو السعود وحسن شاهين واحمد العربي ومحمد سمير، فاروق نور الدين، فادي نجاح، ابراهيم عادل، خالد الحسيني، حسن الشامي، امير عابد، باسم علي، محمد مجلي، يوسف الجوهري، احمد كابوري، احمد الشيمي، عبد الله ياسين، كريم مصطفى، عبد الرحمن، خالد الشهير بجبنه،
محمد حمدي زكي، احمد داوودة، لويس ادوارد، محمد سالم، ويوسف حسن. في المقابل كمان نادي بيراميدز ارسل قائمته الاولى، شريف اكرامي، واحمد الشناوي، والمهدي سليمان، ويوسف نادر ده مواليد 2001، وعبد الرحمن ايمن ده مواليد 2001، احمد ايمن منصور، وعلي جبر، ومحمد حمدي، واحمد فتحي، واحمد سامي، واسامه جلال، وعمر جابر، وإريك تراوري، واسلام عيسى، ورمضان صبحي، واحمد توفيق، ونبيل عماد دونجا، وابراهيم حسن، وعبد الله السعيد، وكريم الطيب، وصلاح الدين يحيى، وعماد ميهوب، وابراهيم عادل، وجون انطوي، محمود وادي، ومحمد دودو الجباس، وناصر منسي. ده اللي القائمه الاولى بتاعه نادي بيراميدز ان شاء الله. اقول لكم قائمه الناجحين في بور فؤاد، تشكيل مجلس اداره نادي بور فؤاد، دكتور جاسر الشاعر رئيسا لمجلس الاداره، مستشار اشرف حجاج نائب لرئيس مجلس اداره، المحاسب احمد سليمان امينا للصندوق، والمهندس احمد رضوان، والمهندس احمد محمد الدالي، مهندس احمد ضبيع، والاستاذه مروه محمود، والمهندس احمد ديب، والمحاسبه ما حسن. كل دول الساده الافاضل اعضاء مجلس اداره، بنتمنى لهم جميعا يا رب التوفيق، وجميعا يا رب النجاح باذن الله. كمان نادي طلائع الجيش ارسل قائمته الاولى، محمد بسام، ومحمد شعبان، ومحمد ناصف، وحسين السيد مارسيلو، وعلي مهاب، وخالد سطوحي، وحسن مجدي، واحمد هاني حسيني، واحمد عبد الرحمن سيد، ومهند لاشين، وعمرو السيسي، فرانك ستيفن، احمد سمير، علي احمد، احمد سالم، مصطفى محمود، محمود عاطف، محمد سمير، محمد شحاته، خالد عوض، فارس حاتم. انتهت اعاره عمرو جمال، احمد علاء، ناصر منسي، عمرو مرعي، اسلام جمال، اسلام محارب، ورحل ابراهيم كوني ومصطفى جمال عن الفريق. يمكن ده اهم ما هو موجود عندنا في اخبارنا. نتمنى ان شاء الله يكون موسم جيد، ونتمنى انه يعني قصه الدوري والكاس ما تنسيناش تصفيات كاس العالم، مش هدف مجدي عبد الغني في كاس العالم، لا، تصفيات كاس العالم، لان ده مهم. في قضيه كبيره جدا مثاره الان، وهي قصه اقامه كاس العالم كل سنتين، برضه هناقشها مع ضيوفي الاعزاء باختصار شديد جدا. الفيفا عايز يخلي كاس العالم كل سنتين، ده اقتراح تقدم به أرسن فينجر المدير الفني الاسبق لنادي الارسنال، ومصمم عليه، وطبعا بالتاكيد بايده جياني انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. هجوم بقى طلع شديد جدا من بعض خبراء اللعبة ومن بعض النجوم القدامى، بيقولوا الموضوع ده كله من أوله لآخره مادي فقط لا غير، فلوس فقط لا غير، هذا الأمر لا يمكن أن يستقيم، لا يمكن أن ينجح، لا يمكن لا يمكن لا يمكن. الاتحاد الأوروبي ورئيسه ألكسندر تشيفرين قال لك هنقاطع كأس العالم، مش هنبقى موجودين في كأس العالم. اتحاد أمريكا الجنوبية، اتحاد أمريكا الجنوبية ما تاخدش على كلامه قوي، يعني إيه اللي هو ايه الصبح ده هنا وبعدين هنا، يقول لك هنا ده هايل، هنا ده عظيم، هنا ده ممتاز، كسروا ده ما فيش احسن منه، لموا وجمعوا تاني، هم يعني ايه الناس لطاف، ناس ذوق 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 الصراحه يعني. فما تاخدش قوي على اتحاد امريكا الجنوبيه يعني، ما لكن الاتحاد الاوروبي تخاف من كلامه، لان هم قوه، وقوتهم جايه في ايه؟ يعني اتحاد امريكا الجنوبيه دايما البرازيل والارجنتين هم اقوى فرقتين في امريكا الجنوبيه، كولومبيا بتدخل، والاكوادور ساعات بتدخل، وكتير جدا بوليفيا، فنزويلا، يعني ماشي مفيش مشاكل يعني. لكن انت مثلا تتخيل كاس عالم من غير ايطاليا، من غير اسبانيا، من غير المانيا، من غير هولندا، من غير فرنسا، ما كل دي القوى الضربه اللي موجوده في اوروبا. وبعدين دخل بقى معاها زي روسيا، دخل معاها زي يعني هتلاقي منتخبات كتيرة جدا، 52 اتحاد منهم على الأقل يعني 16 أو 14 أو 12 طبقا للدول اللي بتأهل، أظن بقى 10 دلوقتي من أوروبا. دول لو مش موجودين لا البطولة بتبوظ يعني، والدليل أنه البطولات هتلاقي فرنسا، هتلاقي ألمانيا، هتلاقي إيطاليا، البرازيل عندها رقم قياسي، لكن دول اللي بياخدوا البطولات دلوقتي، هتلاقي ما بين برازيل وأرجنتين، ثم كله رايح من أوروبا. فالاتحاد الأوروبي قال لك أنه الفيفا فقد رشده، وان الفيفا لا كده بيبعد تماما عن الموضوع، وان موضوع الماديات لا. الفيفا في المقابل يقول لك يا عم انا بدل ما كل اربع سنين دوله بتنظم، ما نخليها كل سنتين، وهنلاقي الدول الناشئه الصاعده اللي عندها امل بتنظم كاس عالم، والارباح بدلا ما هتبقى كل اربع سنين ما تبقى كل سنتين. في شد وجذب ورد، لكن في النهايه هيتفقوا، في النهايه ممكن يؤجل المشروع لكن هيتم، زي دوري السوبر كده الاوروبي، الانديه برشلونه وريال مدريد واليوفي
طالما فيها بريز تأكدوا في النهاية ان هيلاقوا مخرج لهذا الامر. هننتظر هنتفرج على الخناقة ونشوف الدنيا شكلها ايه. هنروح لفاصل وزي ما قلت لكم النهاردة عندنا جزئين، زميلنا العزيز وليد الحديدي وزميلنا الجميل احمد عطا في الجزء الاول هنتكلم على المنتخب وهنتكلم على الاحداث الكروية، الجزء الثاني او الثالث بقى من الحلقة هنحتفل مع دكتور عادل سعد بمئوية نادي الترسانة. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين. بالتاكيد منتخبنا الوطني موقفه في التصفيات المباراتين بتوع ليبيا الفتره القادمه لمنتخبنا الوطني العصر الجديد بقياده كارلوس كيروش كلها اسئله على السنه وفي اذهان كل الساده المشاهدين. خلينا نقترب اكثر من المشهد ورحب بضيفين عزيزين احمد عطا. مساء الفل يا ابو حميد. مساء الفل يا كابتن، منورنا حبيبي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام زي الفل. دكتور وليد الحديدي مساء الفل يا دكتور. مساء الفل يا كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله حلو. كله حلو. هي ايه ظاهره الدكاتره اللي بتكلم جد اللي موجوده بقوه في عالم الاعلام الرياضي؟ مش بقوه لكن بزخم، يعني كلكم الحقيقه حاطين زخم جيد جدا وضايفين بصمه طيبه وجميله للاعلام الرياضي. شوف يا كابتن، هو انا شايف ان هي مش بس على فكره مجال الاعلام الرياضي، لكن هتلاقيه كمان في مجال الادب وبعض المجالات الابداعيه. هو نعم. انا شايف ان الطب على قد ما هي يعني يروج للطب على انها مثلا مهنه خاصه باللي بيذاكروا قوي ودحيحه في الثانويه ومش عارف ايه، بس دراسه الطب بتدي في دماغك انت مساحه كده من الابداع لازم تكون موجوده عندك. اي طبيب شاطر في مهنته او اي طبيب مشهور لو قعدت اتكلمت معاه هتلاقي في دماغه مساحه من الابداع، لان الطب انا بعتبرها مهنه ابداعيه مش مهنه لحفظ ولا مهنه مذاكره ولا فالنقد الرياضي او الادب او الفن في مساحه من الابداع بتلاقي هوا الطبيب. فانا شايف ان في حاجه قريبه ما بين الاثنين طبعا مع اختلاف المجالين، عشان كده بتلاقي في دكاتره كتير شغالين في المجال والى حد ما شاطرين فيه. عايز اقول لك نقطتين مهمين بمناسبه الابداع والادب. اكتشفت وهذا جهل مني ان دكتور احمد خالد توفيق عليه رحمه الله الاديب الرائع الجميل كان زميلي في مدرسه الرافع الثانويه في طنطا، يعني ما كناش مع بعض في نفس السنه. وانا عشان من بعد ثانيه ثانوي اتنقلت يعني عشان العب كره في النادي الاهلي، بس كل زملائي لان احنا عندنا جروب الرافع ده جروب جميل زملاء المدارس. انا عندي من ايام مدرسه الامبابي الابتدائيه الجمعيه الاعداديه مدرسه الرافع الثانويه عندنا بعض المدارس المجاوره يعني زملاء، لكنه كلهم عادوا ما عرفتش الا لما توفى عليه رحمه الله. الله يرحمه. فلقيت زملائنا كلهم بيكلموني عن احمد خالد توفيق وقد ايه هذا الابداع وهذا المبدع انه كان زميلي. فدلوقتي ايه بفتخر بهذا الامر، لكن للاسف ما كناش بنلتقي. انا عايز اقول لك يا كابتن، اصلا انا الكتاب اللي كتبته مؤخرا يعني كنت عامل اهداء للدكتور احمد خالد توفيق. يا سلام. انا بقول ان هو يعني ليه نصيب لا باس ليه من خلايا مخي يعني لانه فعلا راجل كان مبدع جدا. بس انا كمان ليا راي في موضوع الطب ده، لانه الطب عموما كمان دكتور. لا انا كنت انا مهندس. مهندس برضه نفس الموضوع. هي هي القصه يعني يعني الطب اكتر ان هو تجربه حياتيه انسانيه. أيوه. الانسان بيمر بيها طول الوقت مع شخصيات من كل كافه اطياف المجتمع، اعتقد بتاثر بشكل كبير جدا فتخليهم فعلا مبدعين في الادب بالذات. ودكتور نبيل فاروق مثلا على سبيل المثال برضه ده كان صاحبي طنطاوي وصاحبي ده برضه طنطاوي والله معاك طبعا طنطاوي طبعا صاحبي جدا. ده هو ده بقى اللي خلانا القرايه حلوه والمغامرات الجميلة طبعا اللي طبعا موجودة. كمان عندي ده صديق عمري بقى دكتور نادر الشريف ومقيم في الإمارات. نادر يعني ناقد ومحلل مبدع، يعني كلامك في كرة القدم وفي طرق اللعب وطلع كل عصارات مخه في ابنه اللي هو مين بقى؟ يحيى نادر لاعب نادي العين. ده ابنه لأنه من سن 6-7 سنين هو تولاه في التدريب واللي 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 لحد ما بيروح منتخب الامارات ساعات ساعات ما بيروحش، لكنه هي واضح ان الطب كده زي ما انت قلت ملمس لانه في حته ابداعيه او حته فكر موجوده بشكل جيد. طيب خليني ابدا معاك يا دكتور وليد ونبدا بكارلوس كيروش. اختيار المره دي كده من خلال متابعتي حسيت انه الغالبيه مؤيده او نقول اللفظ الاحسن نرتاح على اختياره. شوف يا كابتن، هو لو جينا نتكلم عن كارلوش كيروش
هنلاقي زي اي شخص في العالم عنده مميزات بيشتغل في هذا الكارير يعني عنده مميزات وعنده عيوب. فاذا جينا نقيم او نحط في الميزان كده مميزاته قدام عيوبه، وانا لما جيت قعدت كده بورقه وقلم اول ما تم اعلان اسمه احط هو ايه مميز فيه وممكن يفيدنا في ايه ومش مميز فيه وعنده عيوب ايه، لقيت مثلا عنده حوالي 10 حاجات ممكن تفيدنا احنا ككره مصريه كويش. وتكون بتسبورت منتخب مصر وعنده 3-4 عيوب هم الابرز في شخصيته او في مسيرته أو في كاريره. فلقيت ان نبدأ بالإيجابيات. اول حاجة ان احنا جايبينه من ليفل عالي، جايب مدرب اشتغل مدرب لريال مدريد، اشتغل مدرب لمنتخب البرتغال، لمنتخب كولومبيا، لمنتخب ايران، حتى لما اشتغل مساعد لاهم مدرب في التاريخ اللي هو أليكس فيرجسون. دي ميزة مهمة جدا. اول حاجة او تاني حاجة بتتكلم عن الاسم، ان اسم كارلوس كيروش اسم منتشر ومعروف في العالم كله، وبالتالي لما تيجي انت تلعب منتخب زي منتخب ليبيا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل لان الحوار ممتد. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين، بجد ترحيب بضيوف الاعزاء دكتور وليد الحديدي والمهندس احمد عطا او كباتن بقى يعني هو انا بحب كابتن انا كابتن يعني أنا لكنه في كابتن دكتور وتبقى جميله يكون في مهندس يعني. هرجع لك الايجابيات والسلبيات لكن هاجي لك دكتور يا باشمهندس احمد واسالك عن هل كيروش كان الشخص المناسب في هذا التوقيت؟ هو ابجريد اكيد ابجريد للمنتخب يعني اكيد احنا مرينا فتره كان في تساؤلات كتير يعني على اداء المنتخب وامام منتخبات مش كبيره هي دي الفكره يعني انت مش كنت بتخش ما بتخش مباراه قويه وكبيره ممكن كنت اعذر الكابتن حسام بدري فكره ان هو ما حظاش بفتره توقف دولي كان المفترض ان هو يحصل عليها يعني انا حسيت له انت لو بس هو برده ما هو كان اكبر منه عشان راجع كل حلقاتي اذاعه تلفزيون كان دايما الاساس يا جماعه لابد ان احنا نستفيد من التوقف الدولي، لابد ان احنا نعمل مباريات، لابد ان قلت له لو وصلت مباريات محليه يعني بس لازم يكون في تجمع للمنتخب. بس انا برضو هلتمس العذر في النقطه دي، الموضوع في رايي كان اكبر منه ان هو يجي قدام كل الناس اللي عايزه تكمل الدوري. اكمل؟ ده الدوري كان متوقف. ده هو قال ان اللعيبه مجاده وعارفين ان ساعتها كان يقول اللعيبه كان في دايما مطالبات ان الاجهاد والاجهاد ده انا اجيب لعيبه تعمل لهم مستشفى. عارف اجيب لعيبه تقعد اتكلم معاهم اعمل لهم تقسيم اعمل لهم تمرين سيب المجهدين يعني سيب المحترفين والعب بالباقي فاهم ادلعهم يعني. فكارلوس كيروش عموما كمدرب ابجريد لكن انا في حاجه عايز اتكلم فيها، فكره انه احنا لازم ناخد نفصل شويه ما بين تجربه ريال مدريد وتجربته كمدرب مانشستر يونايتد، مش هي دي الحاجه اللي تقول لي ان هو في امل ان المدرب ده ينفع منتخب مصر. انا اكتر تجربه انا ارتكز عليها بشكل كبير هي تجربه ايران. الظروف مشابهة كمنتخب موجود ليه وضعه في قارته يعني إيران من المنتخبات الكبيرة في آسيا زي اليابان زي كوريا الجنوبية أستراليا السعودية وهكذا، مصر نفس الشيء برضو عندنا دايما ان الدوري المحلي بيساهم بعدد كبير من اللاعبين في الدوري في المنتخب فده برضو ممكن يكون ظروف متشابهه. لكن تجربه ريال مدريد هي تجربه في ان هي ما تعتبرش تجربه ناجحه لكارلوس كيروش يعني الراجل عانى بشكل كبير مع عدد كبير من النجوم رغم ان هو كان بيقف لهم احيانا بالمرصاد وده سبب مشاكل. بالمناسبه يعني عشان نبقى واضحين كارلوس كيروش استقال منتخب ايران اكتر من 3 مرات ثلاث مرات يستقيل ومن الثلاث مرات يعني يرضوه او يعملوا له يعني ايه يحاولوا يسووا الامور بينهم وبينه. فكارلوس كيروش مش راجل هيقبل بحاجات كتيره ممكن احنا بنعملها عندنا في مصر ونقول ايه معلش عشان خاطر تعالى يا مدرب المنتخب الوطني تعالى على نفسك شويه. فالنقطه دي مهمه لازم ناخد بالنا منها. فاحنا الراجل ده لازم يتلبي له طلباته في ظرف صعب جدا في موسم صعب. اتمنى بقى انت رايك ايه اهم الطلبات؟ ده سؤال مشترك لحضراتكم هرجع تاني للايجابيات والسلبيات، لكن ايه اهم الطلبات اللي متخيل ان كارلوس كيروش هيطلبها ولابد من تلبيتها؟ هو يعني هو بصراحه كابتن الموضوع موقف عصيب جدا يعني موقف عصيب. احنا دلوقتي عندنا احنا اجلنا مش عمل اليوم للغد بقى اجلنا عمل يوم والامس والامس للغد لان احنا دلوقتي كومنا حاجات كتيره جدا علينا بعدين نبدا دوري في وقت متاخر جدا وكمان مطلوب من الراجل ده ياخد التوقفات الدوليه بتاعته فلازم هياخدها لان هو دي حاجه ضروريه جدا. ده ما يعني التوقفات الدوليه ما هو طبيعي في الدوليه ما هو في اوقات كنا اتكلمنا على لا اصل دي توقفات دوليه. التوقف الدولي من 5 وعنده ماتش يوم 9 وماتش يوم 12 هل التوقف ده يكفي ولا عندي فرصه ان انا عندي السيزون انتهى كدوري عام
وعندي كاس في ايدي العبه وقت ما انا عايز، ان انا ادي متسع من الوقت لهذا الرجل، لانه الرجل هيجي يوم 14 هيفضل شغال اجتماعات هيتعرف على اللعيبه اونلاين، ولا لما يقعد مع اللعيبه ويتكلم اللعيبه ويدرب اللعيبه يكون افضل؟ يا دكتور هتلعبوا امتى يا كابتن؟ وقت هتلعبوا امتى الكاس براحتك؟ الغيه لا يتلعب من غير الدوليين لو هي دي الاسئله. العبوا من غير الدوليين. انا عايزك يا كابتن، احنا كنا قاعدين هنا يا كابتن من فتره طويله وضحكتك من حوالي سنه طبعا مع حضرتك، عندنا نتكلم فكره استكمال الدوري واتكلمنا في القصه دي. يا سيدي انا طويل قوي. انا موافقك بنسبه 100%. انا يا باشا انا موافق، بس انا كنت ممكن اوافق على الغاء الكاس لو كل الانديه بتلعب في نفس الدور يا فندم. فاهم قصدي؟ وانا بص هخش على النظره انه اصل فلان هياخد الكاس وفلان خلاص، ما نزعلش بقى لما نخرج من تصفيات كاس العالم. بص يا كابتن، خلينا نعيش اهلي وزمالك. لا 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 انا موافق لنظره. انا يا فندم انا موافق. لا والله بكلمك جد. لا هنفضل يا فندم. انا قلت لك اول حاجه ايه؟ اجل الكاس. تمام، الاقتراح ممتاز. العب من غير الدوليين. انت عارف ليه من غير الدوليين يا كابتن؟ انت عارف ليه من غير الدوليين؟ لان دي فرصه، واللي مش عايز ينسحب. لا دي فرصة مهمة جدا. ليه؟ لأن الكاس ده هنستكمله بالقوائم الجديدة بعد الصفقات الجديدة. تمام. أنا لو أنا وحضرتك وعطى دلوقتي حطينا تشكيل، لو هنعتبر أن الأهلي أكتر فريق وبعده بيراميدز ثم الزمالك، باعتبار يعني أن الزمالك عنده ماتش واحد سيمي فاينل، أو هنحط الزمالك مع الأهلي أكثر الأندية المضرورة. أنا لو قعدنا إحنا التلاتة دلوقتي حطينا تشكيل الأهلي بدون اللعيبة الدوليين، هتفاجأ أن هو تشكيل يمكن ما يقلش عن تشكيل الأهلي اللي خد بطولة. مجرد القصه دلوقتي ان المنتخب يتخطى مباراه ليبيا. بالظبط. انا مش عايز اقول لك انا كم التليفونات والرسائل اللي بيجي لي من الاصدقاء الاعزاء الاحباء جدا لقلبي، الاعلاميين الليبيين، لانه فرحانين، فرقتهم متصدره، عندهم امل، مباراتهم مع مصر بتمثل طبعا امل كبير جدا طبعا ومنعطف تاريخي. فمن هنا انا بتكلم، هل الافضل ان انا، هو احمد قال الاجنده الدوليه اللي هتبدا يوم 5. طب حاول حضرتك على حاجه صغيره. اتفضل. هل الاهلي لما طلب فكره ان هو مش عايز يلعب الكاس مضغوط، وكان السيد حفيظ اتكلم فكره ان هو احنا مش هنقبل بالكلام ده تاني، هو دي خلاص، هو ده هو بيدافع عن حق فريقه مفيش مشكله، هل الاهلي ما كانش عايز، او كابتن سيد حفيظ ما كانش عايز يلعب الدوري الكاس مضغوط، هيقبل انه يلعب بدون الدوليين؟ انا اشك يا فندم. في صلاح بلد هنا. ما هو اتمنى يا فندم انت هتمشي اهلي وزمالك. لا لا، كل سنه حضرتك طيب. في صلاح بلد، عشان كده بقول لك عندك ثلاث اختيارات. عندنا ماتش مهم، ماتش ليبيا. اصل انت ممكن تلعب يا دكتور وليد لحد دور الثمانية. انت كده كده مش هتلعب الفاينل يوم 19 لو السما انطبقت في الارض. صح كده؟ عشان دوري الابطال. عشان دوري الابطال. عشان دوري الابطال الافريقي. يا الزمالك الزمالك موجود غالبا في نهائي الكاس. عندك بقى بيراميدز، عندك الاهلي، عندك ايا كان. فمش هتلعب النهائي يوم 19. فانا قلت اجل قبل النهائي والنهائي. العب لحد دور الثمانية، هيبقى عندك ثلاث ماتشات. عندك يومين، مش ثلاث ايام، عندك يومين. يوم تلعب فيه السيمي فاينل ويوم تلعب فيه الفاينل. بالظبط. وده حل كويس. بالظبط. اتفضل. هي الفكره ان حتى يعني لو جيت انت تقيمها فنيا دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه، الانديه مش هتتقبل او مش هترفض فكره اللعب بدون الدوليين، لان عندها الكفايه. يعني خط هجوم الاهلي في كل دوليين. تخيل ان خط هجوم الاهلي لو لعب بكره الصبح هيبقى فيه بيرسي تاو، نجم منتخب جنوب افريقيا، اساسي منتخب جنوب افريقيا، ميكيسوني واحد من افضل لعيبه في دوري ابطال افريقيا، ومعاهم كهربا، ومعاهم طاهر، وقدام حسام حسن راس حربه، واحمد عبد القادر صانع العاب. وتحتيهم اثنين في وسط الملعب، ممكن تحط عمار حمدي جنب اكرم توفيق. لو رجع محمد هاني لعيب اساسي هيبقى موجود في مكانه، بدر بانون هيبقى قلب دفاع، وياسر ابراهيم. لا ما احنا لا انت بتتكلم ان انت هتلعب، انت هيروحوا من يوم 5، هيروحوا من يوم 5. لا احنا بنتكلم ان احنا عايزين ندي لكيروش مساحه معسكر من قبل يوم 5. نبدا مثلا وليكن من اول ما يوصل، يعني في الوقت اللي هو عايز فيه اللعيبه، من 1 اكتوبر او من 28 سبتمبر واتيفر، هو عايز اللعيبه امتى؟ نقصد ان احنا نعمل معسكر قبل ده، ساعتها اللعيبه المحترفين اللي عندك مش اجنده. أيوه. فانت من حقك تستغلهم. بدر بنون واسر ابراهيم كنا بنتكلم قلب دفاع، وعلي معلول هيلعب باك شمال، وعلي لطفي بيلعب في حراسه المرمى. التشكيل ده مصطفى شوبير طبعا معاك. لا لا طبعا. على فكره انت بتتكلم في عمق كمان في كبدلاء. يعني لو بتتكلم في مصطفى شوبير على الدكه، هيبقى جنبي مين؟ رامي ربيعه، سعد سمير لو مكمل، واحد مثلا من اللعيبه لو طاهر، لو كهربا يلعب طاهر هيبقى قاعد تحتيه. فالتشكيله قويه. انا اقصد مش هيبقى فكره الضغط على الاهلي او ان الاهلي يقبل صعب. هتلاقي كمان تشكيله الزمالك تشكيله قويه، لو ده لو لعبنا سيمي فاينل الزمالك كده. وكمان الزمالك هيلعب اسوان. لا انا شايف الزمالك ممكن يوقف على الفلان. بس ما اظنش. انا شايف ان الموقف سهل جدا لو اتحاد الكوره عنده من الباور والقوه انه ياخد هذا القرار، سهل جدا. عندك ثلاث حلول من وجهه نظر. الاولى التاجيل عشان ما نبقاش بنظلم حد، الثانيه اللعب بدون الدوليين، الثالثه خلاص اذا كل بقى مش عاجبه خلاص بلاش كاس مصر.
حضرتك بتتكلم تأجيل اللي هو السيمي فاينل والفاينل صح؟ اه طبعا انا بتكلم على السيمي فاينل والفاينل. لا انت ما انت قولوا لنا بس يا جماعه السيمي فاينل امتى، لانه ده مهم، لانه دور الثمانيه اعتقد يوم 25 ولا الاهلي ما لا الاهلي يوم 25 مع اظن السيمي فاينل 4 اكتوبر بين لا 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 2 و3 2 و3 ده السيمي فاينل 2 و3 انا عايز بس الدور الدور الثمانيه اللي هو الفايز من الاهلي وامبي والفايز من سموحه وبيراميدز اللي لم تخن الذاكره. لا هو بالظبط يوم 29 يوم 29 فانت ممكن تاخد اللعيبه من يوم 30. اللي انا فاهمه اللي انا عارفه ان الراجل عايز مساحه من الوقت حقه بصراحه. يعني 29 زي ما انا بقول لحضراتكم انا معلوماتي صحيحه 100%. الشهر ده 30 ولا 30 الشهر ده 30 يبقى 39 يروح 29 يروح 30 يبداوا معاه مثلا من يوم 1 ليوم 9 وده اقل القليل يعني الى حد حتى لو رفض الراجل عايز يبدا من قبل 29 يبدا من قبل 29 عشان بس قصه المنتخب والفتره القادمه فتره عصيبه جدا. خليني معاك في اهم ايجابيات كارلوس كيروش. طيب اتكلمنا عن بعض الايجابيات، نكمل. انا شايف التكتيك بتاع كارلوس كيروش ده من ايجابياته لانه مناسب لينا. راجل بيلعب 4-2-3-1 و4-1-4-1 ده شفناه مع منتخب ايران طبعا باعتبار زي ما عطى اللي هي التجربه الابرز والاقرب لينا والاكثر نجاحا كمان بالنسبه له على صعيد المنتخبات. الطريقه دي مناسبه لينا، وكمان هو بيلعب بالشكل اللي ممكن يكسبنا اللي هو راجل عنده التزام تكتيكي رهيب جدا، ما عندوش اي تهاون في اي حد يعمل اي حاجه خارج نطاق اللي هو بيقوله. نعم. وحتى مساحة الإبداع اللي بيديها لنجومه مثلا محمد صلاح زي ما يورجن كلوب بيعمل مع محمد صلاح. هيديله مساحة الإبداع في الحتة اللي رسمها برضو المدرب، يعني أنت عايز تبدع أبدع في المنطقة اللي أنا رسمها لك. نعم. ملائكش بتعمل حاجة، وده عمله مع كريستيانو رونالدو على فكرة. نعم. وعمله مع ديكو وعمله مع غيرهم. كارلوس كيروش كمان من المميزات بتاعته انه مدرب منتخبات. في فرق، انت عارف يا كابتن، وبرضه انت ليك خبره في الكوره، البرتغال وبتتكلم في جنوب طبعًا. افريقيا بتتكلم في ايران، الابرز والانجح كانت على صعيد المنتخبات. نعم. لان فلسفه وفكر مدرب المنتخب بتختلف عن مدرب النادي. ده ليه طريقه شغل وطريقه عمل وتجميعات بشكل معين، ومدرب النادي بيبقى ليه طريقه شغل وفلسفه معينه. فدي ميزه من مميزات من الميزات كمان اللي ممكن تساعد كارلوس كيروش، وجود فنجادة. نعم. لان فنجادة راجل اشتغل معاه مساعد وراجل برتغالي زيه، وهيدي له فكره وهيسهل له الامور بشكل كبير في بدايه توليه يعني. نعم. من المميزات كمان عند كيروش الشخصيه. نعم. كيروش مدرب باستثناء تجربه ريال مدريد واللي كان بيتعامل فيها مع فلورنتينو بيريز، واحنا ما عندناش بيريز، هو بيريز اي. نعم. حد بيريز بيفرض شخصيته على اي حد طبعا من A to Z. فبما اننا ما عندناش بيريز في مصر فهو شخصيته قويه جدا. ما عندوش مشكله، لكن يظل في السي في بتاعه انه كان مدرب ريال مدريد طبعا طبعا. نعم. ما دي حاجه من الاسم يعني. دي احنا خدناه ايجابيات انه راجل اسمه ليفل. نعم بالظبط. نعم. فانا شايف كل دي ايجابيات بالنسبه لكيروش هتفيده جدا. اتكلمنا عن عيوب فهي عيوب قليلة واعتقد يمكن التغلب عليه. ابرز عيوبه حتة السن، انه 68 سنة. لا مش كبير المدربين، مش كبير يعني لحد هو بص في ترند دلوقتي المدربين متوسط العمر. لا في المدربين مش كبير، ما انا بقول دي ممكن نتغلب. وانه ملوش انجازات او بطولات قريب. نعم. واعتقد ان الصعود مع ايران لكاس العالم مرتين، الصعود مع جنوب افريقيا كان في وقت صعب وكان تجربة صعبة ومش طويلة قوي. الصعود بيهم لكاس العالم دي تعتبر بطولة، فدي ممكن برضو نتغاضى عنها. ويمكن هو بداية بطولات وبقى القارية الكبيرة تكون مع منتخب مصر في أمم أفريقيا. بس أنا عندي ملاحظة واحدة بس. نعم. وحاجة أنا مستغرب لها جدا، إن تم الإعلام من جانب اتحاد الكورة إن كيروش هيعتبر مفسوخ عقده تلقائيا لو فشل في الصعود لكأس العالم. نعم. أنت عارف ده معناه إيه؟ معناه إنه لا قدر الله إنه تكملة كيروش معانا مرتبطة بمباراة ليبيا، لأن أنا لو لا قدر الله لم نوفق في مباراة ليبيا حتى لو خسرنا مباراة من الاثنين هتبقى فرصتنا صعبة جدا. وبالتالي أنت جايب كارلوس كيروش بهذا الاسم عشان يديرك مباراة واحدة، ده راجل تجيبه المشروع ل 2026 لأنه عنده المقومات اللي تخليه يسندك ويشتغل معاك لحد 2026. طيب اختيار اللاعبين المرحلة القادمة، هل عنده الرفاهية استبعاد واختيار ولا وجوده في موسم منتهي؟ وبالتالي لن يكون امامه سوى اختيار اللعيبه اللي كانوا في الفتره الاخيره مع كابتن حسام البدري. هو في حاجه انا كنت شايفها عيب، بس هي دي الميزه الوحيده اللي ممكن اشوف ان فيها رد على سؤال حضرتك. اولا كارلوس كيروش كان المفترض في العادي بيجي بالفريق بتاعه، يعني الفريق الفني بتاعه، فالميزه في ان هو في جهاز فني مصري ده هيساعده ان هو اختياراته ده اكيد اول فتره دي هيساعدوه بشكل كبير ان هو يوصل لافضل تشكيله ممكنه، خصوصا ان مفيش مباريات اغلب الفتره اللي هو قبل مباراه ليبيا. فدي نقطة تبقى في صالح الجهاز الفني معاه اللي هو نعول عليه بشكل كبير ان هو يختار اختيار سليم. لكن القوام الاساسي المنتخب ما اظنش هيتغير، ما في الوقت ضيق، والقوام الاساسي المنتخب ما كانش هو فيه مشكلة كبيرة. يعني احنا كلنا ممكن نقعد نختار على الاقل نتفق على 7 لعيبة على الاقل تقدير
في التشكيل الاساسي لمنتخب مصر ان لم يكن 9 مثلا. فمش هنختلف كتير في النقطه دي. هو الفكره بس ان هو كارلوس كيروش كمدرب، عايز اكمل على كلام وليد، ان هو مدرب يصلح للمباريات الاقصائيه، مباريات المنتخبات، مباريات اللي هي انا مش هقول انا بحب الفكر الدفاعي واحب الفكر الهجومي، بس احيانا الفكر الدفاعي بيكون مطلوب شويه في هذا النوع من المباريات، خصوصا مباراه العوده اللي هي قدام ليبيا. تبقاش انت مدرب مستعجل مندفع، عندك رغبه في التسجيل صحيح، لكن دايما بتنتظر فرصك، مش بتندفع وتخسر فرصك من بدري في حاله ان انت تلقيت هدف. فدي نقطه مهمه مش عايزين ننساها. ساعات بيحصل نوع من المبالغات في مستوى مدرب في تجارب، يعني حد مثال صغير، يعني هو كارلوس كيروش كان مساعد لأليكس فيرغسون. نعم. هو طبعا ممكن يبقى ليه دور، ده مفيش كلام، ويقال بالمناسبة ان أليكس فيرغسون اوقات كتير ما كانش بينزل التدريب، حط الشكل التدريبي وكيروش هو اللي بيدير التدريب من الاول للاخر، حتى يعالج المشاكل وكل الحاجات دي، فدي نقطه تحسب له. لكن احيانا كان بيتم التضخيم من ادوار مدربين مساعدين عشان يعني مش ضروري يكون للتقليل مدرب مدير فني، بس هو نوع من الايه محاوله يدي كريدت اعلى شويه للمساعد. حصل ده مع مساعد كلوب، يورجن كلوب على سبيل المثال. حصل مثلا مع انزوي، ده كان مدرب مساعد جوارديولا في لحظه من اللحظات، بعد كده لما خرج في اكتر من تجربه ما نجحش برضه. ففي اكتر من مساعد كان بيتم تضخيم دوره. كارلوس كيروش لما خرج من مانشستر يونايتد ما حققش نفس النجاح اللي كان منتظر منه، لكن انا دايما زي ما قلت لحضرتك ان افضل تجربه ليه هي التجربه اللي قريبه مننا. يعني هو ما نجحش قوي مع كولومبيا، ما نجحش مع اكتر منتخب، لكن منتخب ايران نجح معاه، قعد معاه فتره طويله. وده ممكن نزود على كلام وليد فكره المشروع، لو انت شايف ان هو مدرب كويس جدا لا اديله الفرصه يكمل. يعني على اعتبار ان هو اصلا لو خسر مباراه منتخب ليبيا طبقا للاداء برضه وطبقا للشكل، حتى لو انه في البند بتاع العقد انه العقد يعتبر مكسوخ في حاله عدم تأهل كاس العالم، وانا سعيد الناس حطت كده في ممكن العقد، ممكن يرجعوا يتفقوا يعني. انت حر بقى يعني. لو الناس في حاله رضا انه لا ممكن صدفك سوء توفيق، ضيعت بنالتي، هاجم كره مرتده ما دخلتش يعني. جون كره في العارضه، حارس تألق، كل ده وارد، فهيبقى في رغبه انه الراجل يستمر لانه راجل جيد، وارد كل ده وارد يعني. بس ده ممكن يحصل في ماتش يا كابتن، انا موافق، ممكن يحصل في تاني ماتش. تخيل تاني ماتش انت بتديره، لا قدر الله طبعا احنا ان شاء الله ده مش هيحصل، بس لا قدر الله لو احنا خسرنا من ليبيا في ليبيا وده تاني ماتش هيديره بعد ما يمسك المنتخب ب 10 ايام، هيبقى من حقك تفسح عقده. فده مش منطقي بالنسبه لي. تمام. هو 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 كشرط ده احيانا بيسمح لك بان انت لو مدرب مش راضي عنه تخلص منه بسهوله. مظبوط. انا فاهم حقيقة قصدي، بس في نفس الوقت لما انت تحطه دلوقتي معناه ان انت في لحظه من اللحظات بتقر ان انت لو خسرت من ليبيا ممكن ده يبقى ذنب الراجل. لا، مستحيل يبقى ذنب الراجل. ما حدش قال انه ذنبه، بس انت بتدي لنفسك الحريه بس، ومهم جدا انت تدي لنفسك الحريه. الا بقى عندهم اسامي اكبر، يا ريت. نعم. طيب انا عايز اسال يعني فرقه ليبيا برضو قد يكون البعض مش 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 عارف السكواد او الاسماء، لانه لا فريق ليبيا فريق كويس طبعا. يعني انت بتتكلم في مؤيد اللافي، بتتكلم في حمد الهوني، بتتكلم في سناد الورفلي، بتتكلم في علاء سلامه، يعني لا في اسماء جيده موجوده، محمد النشنوشي حارس المرمى يعني، لا عندهم لعيبه كويسين. وبعدين الروح الغريبه جدا اللي عند المنتخب الليبي دايما لما بيحسوا ان هم قربوا بتلاقي عندهم حته مش طبيعيه، غير ان هو هنا شايف انه دي اللي هتعيده حتى للملعب كله من اوله لاخره. هو طبعا انت حضرتك قلت ابرز الاسماء في منتخب ليبيا، ومنتخب بيتميز بالحماسه الشديده، كلهم او معظم النجوم اللي حضرتك ذكرتهم كلهم متالقين في دوريات الشمال الافريقيه، سواء الدوري التونسي او الدوري المغربي، وكلنا تابعناهم طبعا. حمد الهوني كلنا فاكرين يعني لقاءاته قدام الاهلي والزمالك سند الورفيلي مع الرجاء، ومؤيد اللافي وغيرهم. كمان عندهم قياده فنيه مش قليله كابتن شوبير، لان خافير كليمنتي المدرب طبعا ده 71 سنه بالظبط. بالظبط طبعا. بس هو اسم مش قليل، وراجل اشتغل في كلاس اي في اسبانيا مع اتلتيكو مدريد وغيرها وغيرها، بقى العديد من الانديه واسبانيول وغيرهم، وكمان كان ليه تجربه مع المنتخب الليبي نفسه وعارف كويس دهاليز الكره الليبيه، وخد معاهم البطوله الوحيده في تاريخهم لما خدوا كاس امم افريقيا للمحليين قبل كده. وبالتالي الراجل ده اشتغل مع منتخب الكاميرون، فراجل مدرب ذكي، مدرب عارف يستغل امكانياتهم. هو منتخب مش مغامر قوي يعني، ما تقدرش تقول انه بيلعب بقى بخطه مفتوحه وخطوط مفتوحه وهجوم طول الوقت، لا. كمان من المدربين اللي عندهم تحفظ كبير جدا، عندهم الجبهه الشمال بتاعه السند الورفلي جبهه صعبه جدا وقويه جدا يعني محتاجين نشتغل عليها. كمان حمد الهوني بيعمل كل حاجه، ما بيلعبش جناح معاهم، بيلعب بلاي ميكر اقرب للبلاي ميكر، بياخد الحريه زي
ليونيل ميسي كده ما بيعمل بيتحرك يمين وشماله في النص. كمان في وسط الملعب مؤيد اللافي من اللعيبه المؤثره جدا. منتخب طبعا ما تقدرش تقول انه كلاس ايه في افريقيا، لكن منتخب دلوقتي يتخاف منه، لان المنتخب اللي بيبقى جاي من بعيد ومش مرشح ويتمسك بالامل ويتمسك بالحلم، زائد طبعا فكره الديربي الشمال افريقي دايما اللي بيبقى فيه صعوبات مهما كانت المستويات، فبالتالي منتخب يتخاف منه، لازم تشتغل عليه، تشغل عليه سكاوتنج وتقعد تذاكرهم. ما تعتمدش ان انت منتخب مصر وسهل الامور، لا، لازم تقعد تذاكره لاعب لاعب وتذاكر فكر كليمنتي عشان تعرف تواجه هذا المنتخب. منتخب ليبيا اهم الاسلحه من وجهه نظرك هيكون سلاح الروح، سلاح التكتيك، سلاح الجاهزيه؟ انه من الحاجات اللي عجبتني جدا انه عمل معسكر في تركيا، قعد 3 اسابيع لعب مباريات حتى مع انديه قطريه، منها انديه من القسم الثاني، مع منتخب العراق الاولمبي، ده حاجه كويسه جدا تحسب لهم. ثم يعود الى معسكر من جديد 24 سبتمبر وعمل فيها مباراتين وديتين، واخد الموضوع جد، واخد الموضوع جد الجد. هل حسن الاستعداد، هل انه الدوري الليبي اكتمل وخلص لحد يعني بعد ما كان سنوات ما فيش دوري ليبي، هل تصاعد الامل وحق كل فريق طبعا بانه متصدر مجموعه، وانه لو تعادل مع مصر هنا وفاز على مصر في ليبيا الدنيا عنده تبقى خلاص اقتربت بشده، هل كل دي العناصر ولا في عناصر خفيه ممكن بيعتمد عليها من الجانب التكتيكي؟ يعني على صعيد التكتيك احنا مش قدام منتخب عشوائي ابدا، احنا عندنا قدام منتخب منظم جدا، قدام منتخب بينزل الملعب عارف هو هيعمل ايه وهينفذ ايه، قدام منتخب المدير الفني بتاعه عارف يتحكم في اوراقه، عندهم جبهه شمال زي ما قلت لحضرتك قويه جدا بيتحرك فيها حمد الهوني في معظم الاوقات مع طبعا المركز البلاي ميكر، سند الورفيلي كمان بيلعب في الحته دي، عندهم في العمق وجود مؤيد اللافي وبيتحرك كمان اوقات كتير ناحيه اليمين، وبالتالي انت عندك جبهتين الاقوى الشمال، فبالتالي احنا كمان عندنا الناحيه اليمين الدفاعيه محتاجه تبقى فايقه، مش عارف مين اللي هيكون متاح، الاكرم هيكون خلاص يعني رجع للفورمه او رجع من الاصابه وقت المباراه، ولا هنلعب بمين باك يمين، لان احنا عندنا الحته دي فيها شويه ازمه يعني في منتخب مصر. محمد صلاح هيكون ليه دور كبير ان شاء الله بما ان المباراه هتتلعب في موجود. ليبيا مش موجود لا ليبيا مش مش ريد ليست في مصر، انا بتكلم عن مباراه ليبيا طبعا للاسف مش هيكون موجود في مصر. لما نلعب في ليبيا محمد صلاح هيكون ليه دور، لانه تالقه او ضغطه على الجبهه الشمال بتاعتهم هتوقف كمان نفسيا طبعا طبعا يعني. طبعا نعم. ثقل كبير جدا، فانا شايف انه فنيا احنا اعلى طبعا على مستوى فرديا جماعيا وفرديا احنا اعلى، لكن هنواجه منتخب صعب وقوي ولازم يتذاكر ولازم نعرف هنلعبه ازاي، لان احنا ما ينفعش ننزل نلعب على نقاط قوتنا بس، لان هم كمان عندهم نقاط قوه لا يستهان بها. خليني اسالك عن مواجهه خافير كليمنتي وكارلوس كيروش، هنا مواجهه صعبه يعني خبرات موجوده عند الاثنين، واحد عنده معنويات عاليه جدا، اتكلم عن مدرب المنتخب الليبي، واحد لسه مش عايز اقول بيبحث في المجهول لكنه تجربه جديده قد تكون صعبه، هل شايف المواجهه هنا متكافئه؟ اعتقد رغم يعني انه المنتخب الليبي عنده رفاهيه انه يعمل معسكرات بدري والكلام ده، وعنده لاعبين يعني عندهم حمى البدايه دي رائعه، واحنا مصر محظها سيء مع اغلب المنتخبات، احيانا تلاقي كده المنتخب طلع بدا البدايه كويسه فخلاص يعني عرف سكته فين، فدي نقطه ضد مصر، لكن الاثنين خبرات كبيره، لونسون كليمنتي ده بيدرب بقاله اكتر من 40 سنه بقاله فتره طويله قوي بيدرب، كان عنده تجارب كتيره مش ناجحه في الاخر كتير يعني اخر كتير جدا يعني، وحتى كليمنتي لما درب اسبانيا كانوا اصحاب اسبانيا ما بيحبوش يعني. كان هو باسكي على فكره من الباسك، فكتير يقعدوا يتهمون انت منحاز للباسك في حاجات وتجيب لعيبه من الباسك قصص كده يعني طويله، لكن هو مدرب ليه باع طويل وسنواته الزاهيه عدت. هنا ده انا بقوله ان الاسم ساعات بيخض يعني، حتى لو هو عنده فشل وعنده تجارب فاشله، لكن مجرد انه كان مدرب منتخب اسبانيا تخضك شويه، زي كارلوس كيروش انت بتتكلم مدرب منتخب البرتغال، مدرب عدد من المنتخبات، مدرب ريال مدريد، فالاسم احيانا بيدي لك دفع معنوي طبعا ما فيش كلام. احنا بس في تحدي فعلا بخصوص يعني الموضوع الجبهه اليسرى المنتخب، احنا الناحيه الثانيه اليمين زي ما كنا بنتكلم، ربنا يشفي اكرم توفيق، اعتقد ان هو افضل اختيار في الجانب الايمن في الفتره الحاليه، بس كمان احنا بما ان كارلوس كيروش غالبا بيلعب 4-2-3-1 واحيانا في اكتر من تجربه كان لما يلاقيها مش ماشيه بيلعب 4-3-3 احيانا، فممكن هل نفكر في احمد سيد زيزو مثلا يبقى 4-3-3 واحمد سيد زيزو يلعب خط وسط يمين بحيث ان الجبهه دي تدعم، ما تلعبش في مركز حد يعني، زيزو لما لعب في انجولا شمال
الملعب لا لا انا مش بتكلم جناح يمين خط وسط يمين بس زيزو كان كويس فيها لما في 4 3 3 يعني ممكن في الشمال لا لا في الشمال سيء في الشمال لا موافق لا انا مش بقول لا حسين الشحات يروح شمال ولا زيزو يروح شمال واحد لا ده انا بتكلم انا بتكلم على تغيير المركز عموما تغيير عمل مشكله يعني انا كان رايي انت جبت رمضان صبحي لعبه 40 دقيقه ولا 45 دقيقه وطلعه انا مش عايز اتكلم بس في اللي فات لكنه طالما ضمته المنتخب هو جاهز بنسبه 100% حته عوجه الملعب ده كان من اسباب سوء الاداء امام انجولا هو انا تخوفي حتى لو لعبوا تخوفي بس في النقطه دي ان صلاح يعني هو صحيح مش موجود في المباراه الاولى اللي هي في الغالب انت بتحاول تضغط فيه انا بتكلم المباراه الثانيه الدفاعيه صلاح انت مش عايز تطالبه بواجبات دفاعيه كتير محتاج تستغله في المرتدات فاجهاده بالجوع ومسانده الدفاع دي ممكن ما تبقاش في صالحنا قوي فدي ده تساؤلات هو برضو هو ما فيش حاجه صح وغلط لانه ممكن الديفندر بينقل يمين شويه او تلعب بزيزو بحيث ان صلاح هو نفسه يرحل لداخل الملعب وبالتالي تديله المساحه ان هو يسدد من على حدود منطقه الجزاء في اختيارات كتيره يعني فهو اعتقد ده الصراع اللي بين الاثنين المدربين اللي هم يتمتعوا بخبرات كبيره وخلينا واضحين فكره انه سواء كليمنت درب اسبانيا كيروش درب منتخبات كبيره قوي مفيش حد هيجي المنطقه العربيه او الشرق الاوسط او كده الا يكون يعني اكيد مش هيسيب منتخب كبير في اوروبا او نادي كبير في اوروبا ويجي يدرب في مصر شايف في لاعب معين في الشرق الاوسط شايف في لاعب معين لابد انه كيروش يضمه من غير المجموعه اللي موجوده في الفترة الحالية يعني ممكن تديني دقيقتين افتكر لان انا مش قادر انا عندي بس ملاحظة اتفضل انا اتمنى ان حسين الشحات لو عندنا ازمة في مركز الظهير الايمن اتمنى حسين الشحات يتوظف ويعملها 10 على 10 بحافظها لعبها مع المقصف ومحمد هاني طبعا اوبشن لكن انا بتكلم عن المجموعة ده لو اكرم احنا بنتكلم في حالة غياب اكرم اكرم خلاص ما كانش موجود واخد الكريدت لكن انا متاكد ان حسين الشحات لو لعب ظهير ايمن هيتالق وهو حافظ المكان ده لعبه مع المقصة لعبه كتير قبل كده فهو حافظ المكان ده وهيأدي فيه بشكل كويس اذا بتتكلم عن اسماء ممكن تكون مطروحة بتكلم على اسم او اسمين غير اللي موجودين يعني انا شايف مثلا على حسب السيزون اللي فات يعني لاعب زي احمد عبد القادر كان متالق جدا ممكن يديك حلول في الناحيه الاماميه في الجانب الامامي عندك لعيب زي لو عندك مشكله في الباك اليمين محمد هاني اسمه مطروح لانه في الاخر لعيب عنده خبرات ولعب منتخبات وكده غير كده انا مش شايف حد بعيد قوي يعني عن المستوى اللعيبه اللي كانت في اخر تجميع نقفل ملف المنتخب اللي مش هيتقفل ابدا لان هيكون معانا دائما وابدا وهناخد جزءا من اسئله حضراتكم هتكون معايا بعد قليل من خلال الحلقه هنرجع نفتحها تاني انا كنت طلبت ايه المطلوب لو انت قدامك كروش هتقول له ايه المطلوب من منتخب مصر خلال الفتره القادمه هنطرحها على ضيوفنا الاعزاء خلينا نروح على ملف الاستعداد للموسم الجديد ويعني هفاجئكم ان مش هبدا بالاهلي ولا بالزمالك هبدا ببيراميدز لانه في حاجه غريبه جدا بتحصل في بيراميدز انه كان المفروض يتمرنوا الاربع اللي فات فالتمرين ما حصلش بعدين قالوا هيتمرنوا النهارده وبعدين ما حصلش وبعدين قالوا خليكوا انت عارف دلوقتي بقت كل الانديه عندها جروبات يعني طبعا. تمرين بكره الساعه كذا وبعدين يرجعوا لك التمرين اتاجل التمرين اللي قل معلوماتي اللي عندي يعني انه التاجيل ولا اسالك انت برايك التاجيل ليه بدل ما اسال واجاوب اول تاجيل في رايي اعتقد كان بسبب تاجيل الكاس او بسبب ترحيله لفتره قدام تاني واحد ده ما عنديش تفسير ليه بصراحه ما عندكش تفسير بعد خلاص بعد على حسب معلوماتي ان تاكيز جونياس خلاص هو يعني بيقول لهم باي باي واعتقد ان ابرز اسم مطروح قدام بيراميدز هو كابتن حسام البدري لا حسام مش موجود ايهاب جلال او باتشيكو باتشيكو كان مطروح يعني من المطروحين ايهاب جلال او باتشيكو كابتن حسام نفسه عايز يريح شويه هو افضل له على فكره انه يلتقط انفاس حسام مدرب جيد ومدرب ممتاز يعني مش معنى انه هو على فكره على الورق على النتائج هو مش هو ماشي صح لكنه بنتكلم على بقى اداء وعلى شكله وعلى كده لكنه ايهاب جلال وباتشيكو الاسمين المرشحين وان قالوا انه يخلوا تكيس مطور كان اختيار غريب بصراحه ايا كان يعني انه مطور او انه هو مستشار فني ورئيس القطاع الناشئين انا شايفه هيعمل شغل حلو قوي في قطاعات الناشئين يعني تاكيز جونياس ده لو اشتغل في قطاعات ناشئين وتصعيد شباب وكده هو عنده رؤيه ممكن جدا ينجح في الملف ده اكتر من تدريب الفرق بس انا الحقيقه دايما عندي خلاف معه وصديقي جدا انه ما بيغيرش طريقه لعب هو طريقه لعب واحده وكل الكوره مرونه تكتيكيه مهما كان الافراد اللي معاك مهما كان السكواد 2-0 فتح الملعب يا عم دافعوا ليه لا فبيخسر 3-2 بتعادل 2 حوالي 6-7 ماتشات لما كان مسؤول عن دي الحاجه الثانيه اللي عندي عن نادي بيراميدز وانا بتكلم وقائع يعني انه عبد الله السعيد
الحوار حدث بينه وبين مسؤولي الزمالك مباشرة. أنا بتكلم هنا في يعني معلومة وليس استنتاج على الإطلاق. حصل تواصل مباشر ما بين مسؤولي نادي الزمالك وعبد الله السعيد. واللي حصل كالتالي، إنه عبد الله رحب بشدة بإنه ينهي حياته لاعبا في نادي الزمالك، وإن نادي الزمالك قال له المبلغ اللي بتاخده في بيراميدز أنت هتاخده عندنا. ده بالنسبة لنادي الزمالك، عشان كده المسؤولين في الزمالك قالوا عندنا مفاوضات. غضب نادي بيراميدز إن هذه المفاوضات هم ما يعرفوش بيها، فلما طلعوا بتوع بيراميدز الصراحة إنه ما فيش مفاوضات كلامهم صح بنسبة 100%، لما طلع مسؤول الزمالك قال عندنا مفاوضات كلامهم صح بنسبة 100%، لأن هم اتكلموا مع الكابتن عبد الله السعيد اللي أبدى ترحيبه الشديد إن ينهي حياته في نادي الزمالك، بس قال لهم خلصوا الموضوع في نادي بيراميدز. رأيك، هل بيراميدز سيوافق على رحيل عبد الله السعيد، ولا المشروع اللي عامله بيراميدز لا يمكن من خلاله نستغني عن عبد الله السعيد ولا عن رمضان صبحي ولا عن شريف إكرامي ولا عن أحمد فتحي؟ هو طبيعي اي فريق عايز ينافس، عايز يتطور، يحافظ على اهم لاعبيه. نعم. فمحاولات بيراميدز الحفاظ على لاعبه ده حق مشروع. نعم. بس انا اللي عارف كويس قوي ان بيراميدز عارف ان الزمالك بيتكلم مع عبد الله السعيد وما عندوش مشكله انهم يتكلموا، بما ان هو كان بيحاول يعمل صفقات تبادليه. نعم. يعني هو لما يطلع يقول ان انا بدون موافقتي او هكذا عشان محاوله ضغط على الزمالك، موافقتي قال مفيش وعبد الله مش ماشي، ده الكلام اللي اتقال بالظبط. نعم. وكمان المعلومه اللي عندي ان عبد الله السعيد عنده استعداد للتنازل عن المبلغ اللي بياخده في بيراميدز، يعني ياخد مبلغ اقل من الزمالك. لا 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 لا، خد مني انا، لا معلومتي، لا لا لا، رايك ولا معلومتك ولا رايي ولا حاجه، خد معلومتي. عبد الله لا يتنازل عن مليم، خد بس مني، لا ما عندوش تهريج في لا الحاجات دي. انا بقول لك عبد الله لا يتنازل عن مليم خالص. عبد الله موضوع، وده حق، وعلى فكره لعيب بروفيشنال، هو شايف انت عايزني انا باخد كذا، هتديني؟ قال له هدي لك، قال له اوكي، وانا حياتي في نادي جماهيري. عموما الزمالك دلوقتي عنده اختيار ثاني اللي هو بن غيث، وده اختيار ظهر فجأة موجود كده على الساحة، لأنه هو فسخ عقده، فبقى في مشكلة مع الترجي يعني. طبعا هو الزمالك بس مش حابب ان هو ياخد خطوة عشان قصة الترجي، لكن مين عارف يعني، مش عايز يخش في مشاكل تاني. هو عمال يلملم في مشاكل كثيرة جدا، يلملم ملفات كثيرة. نعم. فيقول لك مش عايز يزود المشكلة. طيب. بس هي مشكلة تستحق بينه طبعا، لأنه لعيب كويس. هل عبد الله السعيد قريب من الزمالك، نراه في الزمالك الموسم المقبل، ولا بيراميدز هيرفضه بنسبة 100%؟ بيراميدز لو عرف يعمل صفقة تبادلية تفيده هو كمان في مراكز هو بيحتاجها، وكان نعم. بيتكلم على بعض الأسماء، يعني بيتكلم في مصطفى فتحي، أعتقد هيكون صعب إن الزمالك يستغنى عن مصطفى فتحي، لكن طبعا. هو واحد من الأسماء المطروحة، بيتكلم على حد في خط الدفاع، مش عارف، ممكن يكون محمد عبد الغني أو محمد عبد السلام، برضه صعب الزمالك يستغنى عن عبد الغني. كان في كلام على عبد الله جمعة، الزمالك عايز يسوق إسلام جابر ليهم في صفقة تبادلية. لو بيراميدز وصل لهذا الاتفاق يعني أعتقد إنه هيوافق، ما عندوش مشكلة. لكن انا بس عايز اقول ملاحظه بقى لكل انديه مصر. نعم. انا عايز المديرين التعاقدات والمديرين يعني الاداره في كل انديه مصر تروح كده تمسك اي موقع عالمي اقتصادي وتشوف رواتب اللاعبين في الدوري الايطالي اللي هو تاني اقوى دوري في العالم دلوقتي، ومعاه بقى الدوري الهولندي والدوري البلجيكي والدوري الفرنسي كمان اللي فيه باريس سان جيرمان وفيه ليونيل ميسي، وتشوف رواتب النجوم هناك السنويه كام. انا عايز اقول لك يا كابتن ان في لعيبه دوليه في منتخبات كلاس ايه في العالم بتاخد مليون ومليون ونص يورو بس. تيو هرنانديز مثلا، ده افضل باك شمال في ايطاليا السنه، في الدوري الايطالي السنه اللي فاتت، بيلعب اساسي منتخب فرنسا في المباراه الاخيره، هو طبعا موجود، هو مش اساسي كل الماتشات لكن موجود في قائمه منتخب فرنسا، اساسي ميلان، واحد من ابرز لعيبه الميلان، هيلعب دوري ابطال اوروبا ومرتبه مليون ونص يورو بس، وزيه في اقل منه كتير، وفي اتنين كتير لعيبه متالقه مثلا زي باكايوكو، ده هياخد له 2 مليون يورو بس في السنه اللي لو قعدوا يذاكروا ويشوفوا مرتبات اللعيبه هناك عامله ازاي ويقارنوها بمرتبات النجوم هنا، اعتقد يعني هيصابوا بصدمه. ده اذا ده صحيح. خليني معاك واسالك عن تجربه جديده على وشك ان تبدا في الكره المصريه، وهي تجربه معين شعباني مديرا فنيا للنادي المصري. الاهلي فاجئ الجميع بتسمسماني، حقق نجاحات غير عاديه. الان المصري بيذهب في اتجاه شمال افريقيا، لانه ما شاء الله انا شايف، هسالك خلاص معين شعباني على يعني بكره هيتم الاعلان رسميا يعني في هذا الامر، كل الموضوع خلصان يعني. خلي بالك احنا هنا بندي فلوس اكتر من هناك بكتير طبعا طبعا، على مستوى اللعيبه وعلى مستوى المدربين يعني. شايف التجربه تبقى عامله ازاي؟ اولا هو جرس انذار
لكل المدربين المصريين لان المدرب الافريقي والعربي بدا يحط رجليه بعد ما كنا احنا اللي بنصدر مدربين لكل افريقيا والوطن العربي وللخليج. بدا المدرب الافريقي والعربي هو اللي يجي وياخد مساحه هنا. في مدربين توانسه اشتغلوا في الاسماعيلي قبل كده، وهم وين شعباني جاي يشتغل مع المصري، والمصري فريق مش قليل. بيتسو موسيماني بقى مدرب النادي الاهلي. نعم. النادي الابرز في مصر. فبتتكلم عن جرس انذار. تاني حاجه معين الشعباني تجربته مع الترجي مؤكد تجربه مبشره لانه واخد 2 دوري ابطال، بيكسب دوري تونسي، عارف يتعامل مع مجموعه النجوم في الترجي في الوقت اللي كان شغال فيه. اتمنى بس اذا جه معين الشعباني وخلاص فنيا اداره المصري استقرت عليه تديله الفرصه ان هو يشتغل مع الفريق. بسمحش. هو شخصيته طبعا قويه قوي. وعلى فكره صدامي جدا. نعم. عشان برضو مجلس اداره المصري لو كان سمانا. نعم. معين الشعباني ما بيتفهمش، ما بيهزرش. نعم. فارجو ان هم يديله فرصته. انا متاكد ان شاء الله لو خد فرصته والمصري عمل ميركاتو كويس اعتقد هيكون يعني هيبقى يلاقي نجاح مع المصري بيزنس. طيب دي شخصيه شعباني، لكن انت باعتبارك اسماعيلاوي خير الدين مضوي كان ليه تجربه سابقه مع الاسماعيلي لم يكتب لها النجاح وما استمرت 19 يوم. ما انا بقول لك ما استمرتش خالص. شايف ايه اللي هيكون ممكن فارق بين تجربه مضوي مع الاسماعيلي وشعباني مع المصري؟ لا في فرق شويه لانه المصري بيدي فرصه للمدربين شويه اكتر من اداره الاسماعيلي بصراحه، اللي هي يعني مش معقول. ايهاب جلال راجل مشي كويس وفي الاخر ما قدرتش تخلص مع ايهاب جلال باي طريقه إن كانت، حاجه غريبه جدا. وفي اكتر من مدرب كان ممكن يدي شويه امارات ان هو هينجح وفي الاخر ما ينجحش الا بسبب الضغط المستمر ده. ده في حاجه على سبيل المثال يعني كابتن محمد وهبة لما كان موجود كمدرب مؤقت مشي ليه يا كابتن قبل ماتش الرجاء عشان خاطر هو عايز يبقى يتسمى كمدير فني، وهنا قال لك مدير فني مؤقت. يعني الموضوع خلافات تافهه. ده طلعت يوسف قعد ساعتين. في حاجات ساعتين ومشي. فلا في فرق شويه. طلعت لما شرح لي مشي ليه استغربت حاجه يعني. نعم. على الهواء ولا تحت الهواء؟ عشان انا كنت سمعت المداخله. سمعت مداخلك هو كان كلامه يعني ايه عام كده تحت الهواء الحقيقه. بس انا كان كلامه منمق وعام. النادي الاسماعيلي بصراحه حاجه استغربت جدا. شايف كابتن طلعت والله مكسب لاي فريق يعني حاجه. وممكن كده نشوف كابتن طلعت يجي الاسماعيلي. بيقال يعني ما تروح اسمه تاني. طرح اسمه، مش بقول في مفاوضات بس طرح اسمه تاني. لكن المصري اعتقد طرح اسمه محمد هبه. ايه طلع اسمك كابتن محمد هبه مدير فني محمد وهبة. محمد وهبة اسف حاليا ما عنديش في معلومه بصراحه. ما عندكش معلومه عشان ما اكذبش على حضرتك يعني. مش حافتي. نعم. لكن المصري مستقر اكتر. نعم. مخلص موسم كويس، راح هيلعب في افريقيا، فبرضه الامور كويسه. ممكن تخلي انه في صبر على المدرب لغايه لما يشوف ايه الموضوع. وجاي من نادي يعني زي الترجي وحقق نجاحات وكده، فبقول برضه ممكن تسمح له ان هو يعني يكون في صبر. الترجي لانه ما خدش بطوله افريقيا، واخد الدوري بالظبط يعني. ما خدش بطوله افريقيا. يعني الراجل يعني مستولي على الدوري تماما يعني. جاي موجود. نعم. وشخصيته قويه. فاعتقد ان هو لا في فرق شويه ما بين تجربه خير الدين مضوي و لا على فكره انا خير الدين مضوي الجزائري. انا كنت بتكلم على المدرب المغربي اللي قعد 19 يوم. خير الدين مضوي قعد فتره كذا شهر. لا كان في مدرب مغربي مش متذكر، كان مدرب الاسماعيلي 20 يوم او 19 يوم بالظبط. مغربي بس مش متذكر، ما خدش وقت. فعشان كده كنت بقول 19 يوم عشان بس اكون دقيق في المعلومه. ما عادش بس ما نجحش. تعال نروح للاهلي والزمالك ونبدا بالصفقات. الاهلي صفقات مدويه، بيرسيتاو، ميكوسوني، حسام حسن، كريم فؤاد، دول كانوا ابرزهم. واعتقد اختتمها بمصطفى البدري اللي بتتم اعارته ان لم تكن بالفعل تمت اعارته لاحد الانديه الصاعده. في المقابل الزمالك اعاد المعارين جميعا حتى هذه اللحظه، وضم صفقتين هما عمر كمال عبد الواحد بياخد صفقات فري، ومحمود شبانه. محمود شبانه طبعا دفع ثمنه لاسوان. هل ده مؤشر على الموسم الجديد؟ شوف، هو بالنسبه لصفقات الاهلي وطبعا لا يخفى على احد ان الاهلي كان محتاج يرفع الكواليتي بتاع الاجنحه بتاعته. نصر الدين النبي. نصر الدين النبي. نعم. قعد 21 يوم. نعم. كان الاهلي محتاج يرفع الكواليتي بتاع الاجنحه بتاعته لان الاهلي كان عنده مشاكل الحقيقه في هذه النقطه، لان كان في تذبذب في المستوى. في اوقات كان حسين شحات مكسر الدنيا وشويه يبعد كهربا، في اوقات بيكون متالق واوقات يبعد طاهر كذلك. والوحيد يمكن اللي كانوا مستواهم ثابت هو قفشه ومحمد شريف، دول الوحيدين اللي كان مستواهم ثابت. وبالتالي
فكرة انك تجيب لاعب بقيمة بيرسي تاو اضافة كبيرة جدا جدا بكل الخبرات واساسي منتخب جنوب افريقيا لاعب ممتاز جدا. ميكيسوني كلنا شفناه في دوري الابطال السنة اللي فاتت وكان تقريبا هو اهم لاعب يعني في سيمبا واحد من اهم لاعبي دوري الابطال السنة اللي فاتت. الاهلي كان عنده كمان مشكلة في بديل قفشة احمد عبد القادر يقدر يقوم بالدور ده كويس جدا. عمار تدعيم كويس جدا لوسط الملعب وكمان عمار ممكن يديك باك يمين وبيلعب في الجناح لاعب عنده حلول كتير. الاهلي اعتقد كان محتاج يكون عنده صفقة في اذا هيلعب باكرم توفيق في وسط الملعب كان محتاج صفقة في الجانب اليمين وكمان كان محتاج صفقة دفاعية كان نوع من التدعيم الا اذا كان محمود متولي هم مطمنين انه رجع للمستوى. مين محمود طبعا 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 ده لا خلاف انا بقول لك اذا مطمنين ان هو رجع لمستواه طبعا الاهلي مش محتاج حاجه في المركز ده. فانا شايف ان الاهلي عمل ميركاتو كويس جدا. الزمالك الناس بتتكلم انه لسه ميركاتو بتاعه ضعيف لكن لا نغفل او لا يغفل جماهير الزمالك ان كمان اللي راجعين للزمالك معظمهم نجوم. بتتكلم مصطفى فتحي اهم لاعب في الدوري او واحد من اهم 5-6 لعيبه في الدوري السنه اللي فاتت. تدعيم في مركز محتاجه الزمالك لان برده الزمالك كان محتاج تدعيم في الاجنحه. اذا الزمالك قدر يجدد لاشرف بن شرقي دي صفقه مدويه لانه اشرف بن شرقي كلام الكابتن حسين لبيب كده مقلق شويه. طبعا طبعا نعم. في الموضوع واحد كلنا يعني لا يخفى على احد الموضوع في موضوع نعم. يعني لسه ما قدروش يوصلوا للاتفاق. الزمالك كمان انا في موضوعين في اشرف بن شرقي وبيتحرك رئيس نادي الزمالك الاوروبي لكن انا سهل جدا اقوله لو تاخرت الفلوس يوم انا ماشي. نمره 2 قيمه الشرط الجزائي في حاله التاخير بسرعه يتم دفعها والشرط الجزائي بيوازي اكتر من قيمه العقد يعني وبالتالي زمالك رافض تماما مبدا الشرطين دول. طبعا اصل هم نعم. كمان مش ضامنين ظروفهم الماليه نعم. وكل كل انديه العالم بتتعرض طبعًا. لازمات ماليه ريال مدريد وبرشلونه طبعا وعيد الله ماشي معاك كويس. فانا شايف الزمالك محتاج يمكن دعم كمان الناحيه اليمين برضه في لغز يعني يبقى عندك اثنين محترفين في ظهير ايمن دي بالنسبه لي برضه لغز ان تلعب بالمسلوسي في كلام انه النجاز لو جه وغالبا هتخلص بكره انه هيطلع اعاره في كلام بس ما تضمنوش يعني برضو ده بالنسبه لي الزمالك محتاج عنه. بقى الصفقه الاهم يا كابتن شوبير واللي لازم الزمالك يفكر فيها بسرعه هو مركز 8 لاعب وسط ملعب جنب طارق حامد بقيمه بقى فرجاني ساسي او يكون موجود مع امام عاشور في هذا المركز بس لازم يكون لاعب تقيل لان خط وسط الزمالك من اسباب انتصاراته صحيح. الأخير عموما وراس حربة بمستوى رائع. طيب بمناسبه الاسماعيلي لا سامعين على تدعيمات وسامعين عن رحيل سواء رحيل مدرب او رحيل لاعبين يكفي رحيل فخر الدين بن يوسف من وجهه نظر الشخصيه يعني هو فخر طبعا كان هيمشي ده كان يعني صعب كان يتم اقناعه بس لعيب هايل لكن طبعا خساره كبيره جدا جدا يعني خساره كبيره لكن اسماعيلي كان في زي حاجه انتشرت كده كان اللي هو ايه اللعيبه اللي بتيجي الاسماعيلي ايهاب جلال يمضي الاول لا انتوا تمضوا الاول عشان ايهاب جلال اللي يمضي فقصه كده فضل الموضوع كده لغايه ايهاب جلال ما بقاش موجود فلغايه دلوقتي اللعيبه ما مضتش والموضوع بقى مقلق جدا لجميل الاسماعيلي اللي شايفه انه يعني ما عندهاش استعداد تتكرر المشكله اللي حصلت في الموسم اللي فات واللي قبله كذا برده من الناس بالوضع ده كده ممكن تتكرر ودي حاجه طبعا تضايق. والله انا اوريك رساله واحد بعتها لي من الاسماعيليه رساله تخليك تبكي يعني من خو يعني راجل كاتب يعني قال انا عندي استعداد مش عارف ايه عشان يعني الاسماعيلي يستقر. الجماهير دي تستحق انه يكون في نوع من انواع انا ما اقولش تضحيه ما حدش هيضحي النظام اللي موجود داخل النادي الاسماعيلي وما حدث هذا الموسم من 8 انتصارات متتاليه لإيهاب جلال ب 24 بونت بعد ما كان 11 بونت ده اللي قعد نادي الاسماعيلي في الدوري قاعد على 6 نقط يعني ما بالظبط كده كان مأساوي فالامر صعب جدا. لا مقاومات النجاح موجوده في الاسماعيلي اصل الناس هي تقول ايه هو الاسماعيلي ما عندوش مقاومات اهلي وزمالك صح بس الاسماعيلي عنده مقاومات مصري وسموحه واتحاد يعني ده بالعكس ممكن عندهم مقاومات اعلى كمان فالموضوع مؤسف جدا. طب خلينا نروح للاهلي والزمالك. انا عايز اقول لك كابتن بصراحه الاهلي عمل ميركاتو هايل طب يعني اذا كان الاهلي السنه اللي فاتت حاول يدعم نفسه بجناح فجاب طاهر محمد طاهر بعد رحيل رمضان ما مشيش قوي طاهر بنفس اللي كان منتظر منه او على فترات دلوقتي لا الدنيا في طفره كبيره في جايب لعيبه من كواليتي ممتاز بيرستاو لاعب كبير جدا وميكسون طبعا لاعب ممتاز جدا فبصراحه انا شايف ان هما صفقتين دعم كبير للاهلي وحقيقة ممكن يصنعوا الفارق بشكل كبير على الاقل على الورق احنا دايما بنتكلم على الورق لغايه لما الاهلي يثبت حاجه ثانيه لكن هي يمكن الصفقه اللي كانت تنقص الاهلي في رايي هو ممكن قلب دفاع اخر
على اعتبار يعني انه دايما بدر بنون احيانا ما بيكونش موجود، احيانا ما بيقدمش نفس المستوى اللي كان منتظر منه. طبعا طبعا انا في رايي ان هو كان ممكن الاهلي يحاول، كان من السنه فات كان يحاول على اسامه جلال يعني لاعب زي اسامه جلال، بس هو ما حاولش والزمالك ما حاولش، وده كان شيء غريب موقف في الاهلي يعني. ففي مش عارف ايه السبب، لكن هو يفرط غريب انه يفرط لو اسامه جلال الراي الفني كان لا فخلاص وتجنب المطب اللي حصل له في الكام ماتش اللي في اخر الدوري لما اتصاب محمد شريف انه جنب حسام حسن، فده برضو اضافه كويسه. انا شايف الاهلي دعم نفسه بشكل كويس وممتاز، وعالج ثغرات يمكن يتبقى يعني سبيكينج على بن شرقي في التجديد برضو علي معلول اللي بقى لفتره ما عرفناش، هو المفترض انه عارف انه هو افترض يقال الخلاف على مده العقد، بس لا يعني لا الموضوع طول شويه، الموضوع طول شويه. لا خد مني علي مفيش مشكله، و بس هو 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 مفيش مشكله واضحه. نعم. بس اقصد يعني مفترض ان يتم التجديد عشان العالي معلول لعيب مهم، بس في ناس كانت بتتكلم ان هو ممكن الاهلي يبيعه وكلام كده، انا كنت مستغرب جدا. لا لعيب بقيمه كعلي معلول ما ينفعش يتباع. مش مشكله معنا. انا بس كنت عشان وعدت الساده المشاهدين يعني والمستمعين ان انا هقول رسائلهم، وده سؤال انا طرحه عندي بقاله يومين، إيه لو انت قدام كيروش هتقول له ايه؟ لو عايز طلب منه تطلب منه ايه؟ فناخد بعض الاسماء. معاذ او معز اللاعب بروح قتاليه تقديم اداء عالي، ابراهيم زياد بيقول يحس ان هم لعيبه كوره، مؤمن جمال بيقول مطلوب الفوز، عبد عاطف بيقول الفوز، يوسف الصار الابيض بيقول التركيز، زياد بيقول مطلوب تختار لعيبه بدون مجاملات، ودي حوالي 200 300 رساله. حسن منهود بيقول يبقوا رجاله، ابو يوسف بغاغو بيقول يكسب رايح جاي، محمد محمود محمد السعيد مطلوب رجاله بس، عمر علاء بيقول المكسب، جمعه العبيدي بيقول لي ببساطه شديده جدا ان احنا نكسب رايح جاي، زفرات مهموم بيقول اننا نكسب، احمد عادل بيقول الروح، عبدو احمد بيقول الرجوله، اسلام احمد بيقول ان اللعيبه تبقى رجاله، القصه كلها ماشيه في سكه الروح، بسكة الإيمان إن احنا نكسب، عدم المجاملات، الروح القتالية، أعتقد ده هيكون مطلب لأي حد. هم لأن أنا شايف إن الجماهير واثقة في الأسماء واثقة في الفنيات، هي حاسة إن كان في تقصير من ناحية الروح. نعم. أو الدوافع اللي عند اللعيبة، فهم واضح إن هم الجماهير كلها بتقول لو في روح مع الفنيات اللي أوريدي عندنا هنكسب. نعم. إن شاء الله. دكتور وليد الحديدي بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. صديقي العزيز احمد عطا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين، العاب يا ترسانة بعد الفاصل، كل 100 سنه وانتم طيبين يا ترسانويه مع دكتور عادل سعد. نادي الترسانة بمرور 100 عام على تأسيسه، وهي الاحتفالية التي تواصلت على مدار الأسبوع وتضمنت مباراة بين قدام النادي ومنتخب الأندية على ملعب النادي العريق بمئة عقبة. تأسس نادي الترسانة عام 1921 على يد الإنجليزي سلاوتر ككيان رياضي تابع للشركة المصرية لورش الري، وفرض نفسه كواحد من أهم وأعرق الأندية المصرية، حيث توج بلقب كأس مصر 6 مرات، أولها عام 23 وآخرها عام 86، كما أحرز كأس السلطان حسين عامي 28 و30 ودوري منطقة القاهرة عام 33، وشارك في بطولة الدوري منذ بدايتها قبل 73 سنة، وتمكن من الفوز باللقب موسم 62-63. الشواكيش قدموا للكرة المصرية على مدار تاريخها العديد من النجوم الأفذاذ الذين كتبوا أسماءهم بحروف من نور، أبرزهم السوداني حمدت أحمد أول هداف أجنبي للدوري المصري، وعبد النبي محمود هداف الدوري موسم 53-54، وحمدي عبد الفتاح الذي تصدر القائمة 3 مرات، والنجمين التاريخيين مصطفى رياض وحسن الشاذلي اللذان سيطرا على الجائزة 6 مرات، بالإضافة للحارس الكبير حسن علي ونجوم الجيل الحديث محمد رمضان وعلي ماهر ومحمد أبو تريكة.
نجاحات القلعة الزرقاء لم تقتصر على كرة القدم فقط، بل وصلت للعديد من الألعاب الأخرى الجماعية والفردية التي قدمت لمصر العديد من الأساطير، أبرزهم الرباع الفذ خضر التوني صاحب ذهبية وزن المتوسط في رفع الأثقال بدورة برلين الأولمبية عام 1936 وأحد عمالقة اللعبة عبر التاريخ. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمستمعين. الحديث عن الترسانة حديث ذو شجون، على فكرة حديث ذو شجون ده كان عنوان المقال الاسبوعي للراحل الكبير استاذ عباس لبيب. ده كان ما كانش ناقد، كان اديبا، وكان بيكتب مقال في الاهرام. يعني كنا بننتظر مقال نجيب المستكاوي، مقال عباس لبيب، دول اساتذه عظماء وقامات كبيرة جدا جدا. كان عندنا كتير جدا من المقالات اللي بننتظرها، فدايما معلقه معاه كلمه حديث ذو شجون. ليه ذو شجون؟ لانه الترسانه نادي له تاريخ عظيم جدا، بيحتفل بالمئويه النهارده الاجيال اللي طلعها ليس في كره القدم، والابطال ليس في كره القدم، لكن في كثير جدا من اللعبات والانتصارات اللي حققها نادي الترسانه، والعلامات والرموز التي ما زالت راسخه في اذهاننا حتى الان. حتى رغم ان الترسانه مش عارف يصعد للدوري الممتاز، لكن بيظل هذا النادي له كل الحب والاحترام والتقدير. خلينا حيضيف اللي منورنا النهاردة أكتر من يغوص في بحر نغم الترسانة، الله يرحمك يا عمار، غواص في بحر النغم، لكن غواص في بحر تاريخ كرة القدم وخصوصا الترسانة النهاردة، صديق اللي منورني دكتور عادل سعد. مساء الفل يا دكتور. مساء الفل عليك يا كابتن شوبير، أخبار حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. حديث على الترسانة بالتأكيد بيستهويك أكيد، وبالتأكيد هيخليك تطلع حاجات كتير. هو الحديث على الأندية الشعبية عامة يا كابتن شوبير، احنا عندنا سنة التعاطف كده مع الأندية الشعبية، لما نسمع كلمة ترسانة، أولمبي، محلة، سويس، إسماعيلي، اتحاد، مصر، طبعا الأهل والزمالك في حتة تانية خالص، سكة حديد، سكة حديد، نعم. حتى الترام اللي خد كاس مصر سنة 1939، فالحديث بيخليك يعني تفتكر الذكريات والنوستالجيا، وتقعد تفتكر حاجات كتيرة، نعم. جميلة، والأندية دي قد ايه عملت لتاريخ الكرة المصرية تاريخ لا ينسى ولن ينسى، حتى لو الأندية دي بعيد عن الصورة، نعم. بشكل كبير جدا. طيب نتكلم على الترسانة، وما استوقفني برضو ان صاحب الفكرة كان هو رجل انجليزي، صاحب فكرة الاهلي كان ميتشل انس، صاحب فكرة الزمالك كان ايضا ميرزباخ، يعني كلهم ناس هنا اضافوا، يعني دايما تهاجم الاستعمار وكل شيء، لكن لما يكون في حاجة حلوة حصلت لابد ان احنا نذكرها بالخير. يعني خلينا نبقى واضحين في الجزئية دي، نعم. يعني انا لسه كنت بتحدث مع حضرتك قبل الهواء على طول عن كتاب انا كنت جايبه من بره اسمه فازرز اوف فوتبول، نعم. اباء كرة القدم، اللي هم الانجليز، مهد كرة القدم، نعم. الانجليز في كل حتة في العالم، مش في مصر بس، وفي كل دول العالم. تشارلز ميلر الراجل اللي خد الكرة كده راح بقى البرازيل، هيربرت كيلبن الراجل اللي اسس نادي اسمه برازيل، البرازيل، يعني الانجليزي دخلوا الكره في البرازيل، ودخلوا الكره في الارجنتين عن طريق انشاء طرق السكك الحديد، نعم. بدليل ان مصر في لما جم ينشئوا السكه الحديد، انا في مصر ثالث دوله في العالم فيها سكه حديد، نعم. كانت الاولى في الشرق الاوسط وافريقيا كمان. المهندسين اللي جم كلهم كانوا بيلعبوا في انديه في انجلترا، نعم. جم انشاهم هنا الانديه وعملوا النشاطات اللي بدا حتى يظهر انديه الاجانب، فيرتوس الايطالي، بورسعيد، اسبريا، النادي اليوناني، اسامي كتيره جدا، انديه الارمن، الهومنتمن والهومنمن، ففي اسامي كتيره جدا تواجدت. فعشان كده ما نستغربش ان لما نسمع ان سلوتر هو اسس نادي الترسانه، لان كان راجل موظف في وزاره الاشغال اللي هي حاليا وزاره الري اللي بيتبع لها الترسانه، هو اللي موجود في الصوره امامنا، الراجل اللي في النص، وجنبيه بقى الراجل ده مين بقى؟ هو ده مستر سلوتر. الصوره دي من سنه كام يا دكتور؟ ديت لما النادي الترسانه حقق اول بطوله في تاريخه سنه 1923، تاني نسخه في كاس مصر بعد 12 سنه من تاسيس النادي، بال 23 بعد سنتين، بعد سنتين من تاسيس النادي، نعم نعم مظبوط، نعم. اللي على شماله بقى كابتن شوير ده لسه هنتحدث عنه بقى، ده واحد اول اسطوره فعليه في تاريخ نادي الترسانه، اللي هو على يمينه في الصوره، انما على شمالنا احنا، نعم. اللي هو اللي بشنب، ده ما هو اللي كلهم مش هتصدق، اللي مربع وقاعد يعني شمال الصوره لما المشاهد بيتفرج، كلهم برضو عبد الحميد محرم،
ده لسه هنحكي عنه برضه لان ده من اوائل الاساطير الفعليين. فمستر سلاوتر الراجل اللي انشا النادي سنه 1921 في نفس السنه على فكره اللي انشئ فيها النادي الاسماعيلي. لان المعلومه دايما اللي مغلوطه ان النادي الاسماعيلي انشئ سنه 1924 وديت نشكر فيها الدكتور عاطف درويش الراجل اللي صحح المعلومه، لان الاسماعيلي لما انشئ في البدايه كان اسمه نادي النهضه. نادي النهضه مظبوط. 1921. اسس النادي ما كانش فيه مقر للنادي، كانوا بيتمرنوا في ارض كابش في بولاق. لحد بعد كده ما كان بقى فيه مقر للنادي بالصدفه. تحس النادي اللي ترسانه مرتبط ارتباط كله جزء بنادي الزمالك. مظبوط. الاثنين كانوا مسرح البالون. لحد ما اتنقل نادي الزمالك لميت عقبه واتنقل معاه الترسانه، والترسانه افتتح كمان سنه 1957 في ميت عقبه، وكان الاثنين بيكونوا متواجدين مع بعض في اي مكان. يعني طيب خلينا بقى نروح على الترسانه، من اين اكتسب شعبيته؟ يعني الاهلي نادي وطني، الزمالك نادي وطني وشعبي، والاثنين في القاهره الكبرى. يعني القاهره والجيزه، لكن في القاهره الكبرى. والغريب والعجيب انه الاهلي بيقع جغرافيا في منطقه الزمالك. مظبوط. والزمالك جغرافيا في منطقه ميت عقبه. مظبوط. ولكن ده الزمالك وده النادي الاهلي، لكن الشعبيه اللي حصل عليها نادي الترسانه وما زال حتى هذه اللحظه. يعني انا كان عندي اول امبارح ابن الراحل الكبير خضر التوني، تمام، ترساناوي، لان ابوه كان من نجوم نادي الترسانه اللي حصل على ميداليات اولمبيه وكان اعظم رباع في التاريخ حتى سنوات قليله ماضيه يعني. وما زال حتى الان بتقابل بعض الناس، يعني لا اخفيك سرا، زميلنا العزيز مازن مرزوق رئيس لجنه المسابقات ترساناوي جدا، ترساناوي جدا. وده مثلا مش من الجيل القديم بقى يعني. بالظبط. في ما زال هناك رائحه التاريخ موجوده عند البعض، صحيح هم معظمهم من القدامى، لكن لسه ناس كتير بتحب الترسانه. انا احنا عندنا في العيله عندنا جد الله يرحمه كان ترسناوي. والدي واخواتي كلهم زملكاويه وليه عم اهلاوي. فبرضه كان عشان من الجيل القديم اللي كانوا بيحبوا نادي الترسانه. فعلا الاجيال القديمه بتحب نادي الترسانه. نادي الترسانه بدا يكتسب شعبيته في الفتره اللي فيها الصوره اللي كانت معروضه امامنا دلوقتي. في البدايات مع بدايات كره القدم لما بدات المسابقات الرسميه او شبه الرسميه قبل حتى انشاء اتحاد كره القدم اللي انشئ سنه 1921. بدأت بكاس سلطان حسين موسم 16-17. ثم كاس مصر، ثم بعد كده دوري منطقة القاهرة، إلى أن أتت جميع البطولات. الترسانة سريعا بعد ما نادي أنشئ سنة 1923-23 على حساب نادي السكة الحديد بيقدر يحقق بطولة كاس مصر. وكمان عبد الحميد المحرم الراجل اللي معاهم اللي لعب لمنتخب مصر بدأ من هنا نادي دي الصورة بتاعتهم. النادي الترسانه اللي فاز بكاس مصر سنه 1923. والصوره اللي كانت قبلها من شويه عرضناها لمستر سلاوتر رئيس النادي. بدا من هنا الجمهور كان في البدايات العشرينات من القرن العشرين يا كابتن شوبير متعلق شويه بمين اللي بيفوز بالبطولات. الزمالك فاز باول كاس سلطان حسين، ثم بعدين فاز بكاس مصر، كان حسين حجازي، حسين حجازي يروح الاهلي الناس تشجع الاهلي، يروح الزمالك الناس تشجع الزمالك. الانديه بدات اللي بدات تفوز بالبطولات بدأ من هنا الشعبية بتاعتها تيجي. حتى الاتحاد السكندري شعبيته بدأت تبقى طاغية ليه في اسكندرية، لأنه حقق أول بطولة لنادي سكندري كان سنة 1926 لما تغلب على الأهلي في المباراة النهائية في كأس مصر. فمن هنا أتت الشعبية لنادي الترسانة. إن أنت نادي لسه ما بقالوش سنتين بالتحديد ويقدر يفوز بأول بطولة، من هنا بدأ نادي الترسانة. إيه الاختلاف اللي كان في نشأة الترسانة ومن أوائل الأندية عن نادي زي سكة الحديد او النادي المصري او نادي زي خلاف الانديه اللي في القاهره يعني، او نادي زي النادي الاهلي او نادي زي نادي الزمالك؟ بقولهم بترتيب انشائهم يعني، طبعا بترتيب انشائهم طبعا. نادي السكة الحديد. اول تشكيل نادي السكة الحديد، ويا ريت الصوره كانت معايا وهجيبها لك ان شاء الله لاحقا. كل كان نادي السكة الحديد كان كله اجانب. اللعيبه ما عدا كان لعيب واحد فقط هو اللي كان مصري. فنادي السكة الحديد اصلا مرجعيته مرجعيه اجنبيه هو كمان. نادي الزمالك كانت مرجعيته مرجعيه اجنبيه. نادي الاهلي لا، كانت مرجعيه كلها من اللعيبه المصريين. نادي الترسانه كان كل اللعيبه اللي موجوده عنده لعيبه مصريين ما عدا الوحيد اللي كان موجود مستر سلاوتر. ففي تشابه بس في رئاسه النادي، ميتشل انس مع الاهلي، جورج مرزباخ مع الزمالك، السكه الحديد برضو كان رئيسهم واحد اجنبي، مع الترسانه كمان مستر سلاوتر. ففي تشابه كبير جدا ما بين الفرق دي كلها في بدايه النشاه بتاعتها. خلينا بقى نروح من اول كاس فاز بيه الترسانه 23، لكنه فاز بعد كده بالكاس اعتقد الترسانه 6 مرات. مظبوط. لقب كاس مصر بس توقفت منذ زمن، اخرهم كان جيل محمد رمضان. مظبوط. لم تخني الذاكره يعني.
البطولات ماذا كانت تعني نادي الترسانة واهم الاجيال اللي حققت بطولات مع نادي الترسانة. بنتكلم الاول على بطولة الكاس قبل ما نتكلم على الدوري 62 63. هم من اصحاب المقام الرفيع في بطولة الكاس. صحيح. يعني يمكن حتى هم ثالث اكتر نادي فاز باللقب بعد الزمالك والاهلي والاتحاد السكندري، هم الاثنين متساويين في الالقاب. سنة 23 تحدثنا عنها. نعم. ثم جت 29 وتغلبوا على نادي الاتحاد السكندري، هي الصورة أمام نهاية الفريق. نعم. نادي الترسانة اللي كان فيه كامل أندراوس بقى وأحمد. نعم. خلوصي والأسامي الكبيرة جدا والأجيال العظيمة في نادي الترسانة. قدروا يتغلبوا بعد مباراة إعادة على نادي الاتحاد السكندري، ثم تأخر الترسانة شوية في الفوز بالكاس حتى أتى فوز من أهم المباريات اللي هي الصورة اللي أمامنا دي. نعم. مين اللي على الشمال يا كابتن شوبير ده اللي لابس أبيض؟ ده واحد من الأساطير اللي هنتكلم عنه لما نتكلم عن الدوري، اللي هو مين؟ عم كمال الشيوي طبعا، المدير الفني طبعا. يعتبر خالد كابتن خطيب، خالد كابتن يعتبر، هو مش خاله بس يعتبر خالد كابتن خطيب. تمام. هو من أبناء المنصورة. نعم. ما هو طبعا كابتن خطيب من السنبلاوين من أرقيرة منصورة. مظبوط. نعم. مين بقى اللي على يمين الصورة لما فازوا ببطولة كأس مصر 54؟ ده الأستاذ محمود شاكر. محمود عبد الفتاح، محمود الساد عبد الفتاح. والد مين؟ كابتن شاكر عبد الفتاح. يا سلام. ووالد. نعم. مين اهو دي صورته اهي. نعم. ووالد مين كمان؟ الكابتن صلاح عبد الفتاح. وجد مين؟ محمود شاكر عبد الفتاح، ومؤمن. نعم. شاكر عبد الفتاح اللي هو كان عضو مجلس اداره سابق في النادي، وكمان. نعم. الحكم صلاح دلوقتي ده رئيس النادي، كان بيشغل ايه بقى ساعتها؟ كان مراقب عام النادي. كمراب عمده كان حاجه تقيله قوي يعني. مظبوط. نعم. اللي بيسير احوال النادي يعني. زي كان مدير النادي بالظبط. نعم. هم لما فازوا في 54 فازوا على النادي المصري بتشكيله بقى كانت عظيمه جدا. ألدو ستيلا، سيد الدزو، ألدو ستيلا. كانوا كلهم في النادي المصري. ألدو ستيلا. ألدو كان في المصري. ألدو ستيلا. بول دزوي. زنجو. السيد الدزوي. ملاكسوس ده كان برضه لاعب من اللعيبه الاجانب، فكانت تشكيله اغلبها اجانب. فاز النادي ساعتها الترسانه بالنتيجه الكبيره 4-1. وعايز اقول لك على حاجه، قبليها باربع سنين كانوا خسروا بنتيجه كبيره جدا امام الاهلي في نهائي الكاس 6-0. دي من اكبر نتيجتين يمكن. نعم. كررتش الا مرتين، مره الزمالك فاز على الاهلي 6-0، والمره ديت لما فاز الاهلي على الترسانه بنتيجه 6-0. نعم. جه بعد كده نادي الترسانه جه بقى الحقبه الذهبيه بتاعته فتره الستينات. نعم. لما جه في سنة 65 وتغلب على اتحاد السويس بنتيجة 4-1 عشان يفوز بلقب الكاس من مرة الرابعة في تاريخه، وفي 67 هم لعبوا 3 نهائي كاس ورا بعض. نعم. 65 66 67 في النص خسروا من الأهلي. نعم. بهدف لا شيء، ثم فازوا لجون أسامة يوسف بالظبط. ثم فازوا سنة 67 على النادي الأولمبي عشان يفوزوا بخمس ألقابهم، وبعد كده جم سنة 86 في المباراة بقى اللي كانت مأساوية شوية بالنسبة لجمهور غزل المحلة، المباراة. نعم. اللي أمامنا دلوقتي. أيوة. ليه مأساوية؟ ليه بقول عليها مأساوية؟ ده رمضان. لا ده مش ده لا رمضان عرضها لكمال عبد الحليم. رمضان. مظبوط. رمضان مظبوط. رمضان ستايله معروف. كانت في اخطاء بالجملة. نعم. فادحة. من دفاع غزل المحله في المباراه، رغم ان هم اللي كانوا مرشح الابرز. ده صحيح ان هم يفوزوا. كان بينافس على الدوري ساعتها، كان بيقودهم الكابتن بدأ وعبد الفتاح في الوقت ده الترسانه. والمحله كان بيقودهم لو الذاكره تمام معايا يعني الكابتن الشناوي. والهدف الثاني خطا دفاعي فادح هيتعامل بين كره طوليه، كابتن محمد رمضان يخطفها بحس الهداف ويروح. نعم. يكملها في المرمى. نعم. الخالي لعيب جامد قوي طبعا، كان فرود جامد قوي. لا لا لعيب محمد كمال. محمد فؤاد. محمد رمضان الثلاثة. محمدات الثلاثة طبعا اللي كانوا يعني مرعبين في خط الـ 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 في نادي الترسانة لأي فريق في الدوري. نعم. ويفوزوا بالمباراة 3-2 علشان في المباراة دي حتى المحلة لما سجلت هدفين، والمحلة أضاعت فرص بالجملة. نعم. في المباراة ديت سجلوا حتى الهدفين ركلتين جزاء سجلهم الكابتن شوقي غريب. نعم. عشان دي تبقى سادس ألقاب نادي الترسانة وآخرهم 86 محلة والترسانة في نهائي الكأس، والترسانة بيفوز بس هم وصلوا بعد كده ظن نهائي مرة ما وصلوش بقى كابتن. هم طول حياتهم 9 نهائيات. كلهم زي ما قلناهم بالترتيب. من 23 سكة. اتحاد مصري. أولمبي. الاتحاد السويس. ثم المحلة. وثلاث نهائيات خسروهم، والثلاثة كانوا قصاد الأهلي. الثلاثة قدام الأهلي. الثلاثة قدام الأهلي خسروا الثلاثة أمام الأهلي عشان يبقى ده تسجل لهم في الكاس. وكمال الشيوي، عم كمال الشيوي، أنا أفتكر لعبت سيمي فاينل أمام الترسانة. الفاينل اللي كسبنا فيه ده اللي كان الأهلي والزمالك بالناشئين، كسبنا الزمالك في دور الثمانية، كسبته الإسماعيلي في الإسماعيلي في النهائي. ما هو أنا بقول لك كسبنا الزمالك في الدور الربع النهائي. مظبوط. نص النهائي كان الترسانة. مظبوط. وكان هدف لشمس حامد. والنهائي كان امام الاسماعيلي بهدف طارق خليل. بالظبط. كان الكابتن علي اغا رحمه الله عليه كان هو حارس مرمى النادي الاسماعيلي في الوقت ده يعني. طيب خلينا بقى نروح للترسانه. الترسانه بطل الدوري العام
اتنين ده احد نهائيات الكاس. انا بشكر فريق العمل عندنا الحقيقه، ولو حد ساعدكم قولوا لنا، انا بحب يعني اذكر اسماء الناس. ده سنه 58 ده نهائي الكاس اللي كان سنه 58 ده ملعب الترسانه مظبوط مظبوط. الترسانه والاتحاد ده كان لا ما اعتقدش ده ملعب الترسانه يا كابتن والله. انما هو ده النهائي اللي فاز بيه الاهلي من ضمن ثلاث نهائيات كسبوا. ده الاهلي كسب فيه ايوه. هم الثلاث نهائيات اللي خسروه من ثلاث. ايوه متاسف، انا بحسب ده احد المباريات او النهائيات اللي فاز بيها نادي الترسانه. ده النهائي بتاع 1-0 كان 66 كان سنه 66 كان الاهلي راحوا المعسكر ساعتها وتولى سياده الفريق مرتجع على رحمه الله رئاسه النادي، والاهلي كان الحاله صعبه جدا مزبوط. وبدات بقى هنا فتره ثانيه انتقاليه للنادي الاهلي، لكنه جت حرب 67 واثرت. تعال نروح للاجيال، لانه لازم نتكلم بقى هنا هنوصل على الشاذلي ومصطفى رياض، والناس توقف عند الشاذلي ومصطفى رياض بس، مع ان في اسماء كثيره عظيمه وهدافين هتفاجئنا، لانه لما بنتكلم على الشاذلي ومصطفى رياض من يعني الشاذلي ما زال رقم واحد وهيظل، لانه من المستحيل ان حد يكسر رقمه حتى بس واحنا على قيد الحياه يعني، لكنه في اسماء ثانيه عظيمه رائعه كانوا هدافين وكانوا نجوم في نادي الترسانه. هو في ارتباط غريب ما بين لقب الهداف ونادي الترسانه كابتن شوبير. يعني الاهلي 12 مره بفحوز لاعبوه على لقب هداف الدوري. الاسماعيلي والترسانه 11 مره، الزمالك 10 مرات. 11 مره دول لو هنتكلم عليهم بالترتيب فيها اسامي عظيمه جدا. نبدا من اول الاسماء سنه 49 50 ونادي الترسانه. انا بس يعني الدكتور عادل كتر خيره، يعني هو مزودنا بماتيريال كتير جدا، وزميلنا العزيز اسامه رشاد الحقيقه ما بينساناش في مثل هذه الامور، يعني الحلقات التذكاريه دايما التاريخيه الاثنين، يعني الدكتور عادل ما شاء الله وايضا زميلنا اسامه. اتفضل يا دكتور عادل. من اوائل الهدافين او اول واحد حاز على لقب هداف الدوري من الترسانه الكابتن حمدتو احمد. نعم. كابتن حمدتو احمد سوداني اصلا؟ مصري سوداني. مصري سوداني. نعم. وحتى بيعتبروه اول هداف اجنبي في تاريخ الكره المصريه لده. كابتن حمدتو هو حتى مع يا خبر ابنه بهاء. على فكره متواصل بابنه بهاء وخدت منه الصور دي يا كابتن شوبير. والله. لان انا كانت صدفه مره كتبت عنه على السوشيال ميديا لقيت ولاده كلهم داخلين عنده، هم عيله جميله جدا يعني. ما شاء الله. كابتن حمدتو احمد رحمه الله عليه اللي توفى سنه 99 هداف الدوري موسم 49 50 مع نادي الترسانه. يا سلام. ب10 اهداف. وكان والده صعيدي من كومومبو، والدته سودانية. في عمر الثلاث سنوات ذهب إلى السودان. نعم. ثم لعب في بدايته مع فرق سودانية. أيوه. ثم اشتغل في وزارة الري اللي هي تتبع نادي الترسانة. فجابوه هو. شفت الحتة المقطوعة في الصورة كابتن؟ أيوه. شمال الصورة. اللي في النص، النص الوحيد اللي في النص في الخمسة. بقول لك ايه، ما تقول لاسمراني. كابتن حمدتو احمد سمره. هي على فكرة السودان كانوا راميين كتير على الترسانة. مظبوط. نعم. الفرقه بتاع 49 50 اللي نفست الاهلي لحد اخر رمق في المباراه الفاصله في الدوري كانت بتضم مين بقى؟ كابتن حمدتو احمد هداف الدوري في الموسم ده ب10 اهداف، كابتن ادم الجراح، كابتن كالون، ودايما كان شمال بيلعب بصوره اساسيه بس موجود، وكابتن ادم الخير. فكان اسامي كانت بيقولوا الثلاثه اللي قدام ادم وعبد الخير وكابتن حمدتو دول كانوا مرعبين لاي خط هجوم. نعم. يعني خط دفاع كانوا خط هجوم مرعب. نعم. ففي الوقت ده كان بدايه الهدافين ظهروا مع كابتن حمدتو احمد اللي هو بالمناسبه بقى كمان جد الكابتن حسن يسري نجم الزمالك في كره اليد يا سلام جد لوالدته والله جد لوالدته. فالكابتن حمدتو احمد واحد من الاسماء اللي كانت عظيمه جدا حتى كابتن ادم كمان اظن كانت اصوله وكان والده سبنين. والده اظن كان برضه نعم. كابتن حمدتو هو مع فرقه الترسانه كابتن شوبير اهو الثالث من الشمال فوق. لا خلاص ده باين بقى تمام. حتى ادم والاسماء بقى اللعيبه السودانيه كلها اللي كانت موجوده في الوقت ده اللي بينورونا طبعا. نعم. لحد ما جه موسم 53 54 وظهر عبد النبي محمود. الراجل اللي اتهضم حقه كتير وناس كتير ما اتكلمتش عنه. ابن مدينه السويس. نعم. ابن مدينه السويس اللي بدا يلعب في السويس الاول وكان من عيله ميسوره الحال حتى قتل نادي الترسانه، وفي البدايه كان ما كانش بيلعب لحد ما بدا يلعب. ده هو ده. هو ده اللي معانا. الصوره بتاعته الكابتن عبد النبي محمود هداف الدوري موسم 53 54 واحد كان بيقولوا تسديداته كانت تسديدات صاروخيه. حتى ادى بقى الاسطوره من الاساطير الكبار طبعا كابتن حمدي عبد الفتاح هداف الدوري ثلاث مواسم في الدوري العام كابتن حمدي عبد الفتاح ده ثم كمان من الاساطير ده طبعا. نعم طبعا. ودرب الترسانه طبعا. كابتن حمدي عايز اقول لك كمان بعديه بقى ظهر بقى الاسماء اللي هي الرنانه كابتن حسن الشاذلي والكابتن مصطفى رياض اللي الكل يعلم عنهم الكثير. نعم. ولكن عايز اقول بس شويه حاجات عن الاسمين الكبار دول.
يعني هنبتدي من الكابتن مصطفى رياض. الكابتن مصطفى رياض طبعا هو كان تاني هداف. نعم. تاني يعني الصوره بتجمعهم اللي ماسك الصوره ده يا جماعه كابتن شاذلي، عشان بس ايه انا هحاول اعرف على يلا مقدر اللي انا عارفهم يلا بينا. وانت هتلحقني بالباقيين يعني يلا فنبدا بينا. اول واحد واقف ده كابتن محمد ابو العز مظبوط. اللي جنبه مش عارف الحقني قول لي على طول لو اسمه عندك قول لي. مش متذكر اللي جنبه برضه. كابتن حسن علي جنبه كابتن رأفت مكي تمام. جنبه قد يكون كابتن حسن فريد بس مش متاكد. جنبه انا عارف شكله بس لا حسن فريد اللي جنب رأفت مكي. ثم اللي جنب حسن فريد مش عارف. تحت محمود حسن تمام. مصطفى رياض الشاذلي شاكر عبد الفتاح كابتن شاكر عبد يكون عباس فخري بس ما اعتقدش ان ده كابتن عباس قد يكون بس يعني عرفت تسعه من ال 11 يعني. كابتن مصطفى رياض بقى كابتن شوبير نعم. عايز اقول لك ان هو لما جه كتاني هداف لبطوله طوكيو 64 ده كابتن مصطفى رياض بقى نعم لبطوله 64 بعد فرانك بيني اللاعب المجر اللي فازوا بالميداليه الذهبيه هو طبعا كان حقق 6 اهداف في مباراه كوريا نعم. وقدروا بعد كده المنتخب المصري ان يلعب في المباراه الاقصائيه امام المنتخب الغاني نعم. ثم يفوز المنتخب المصري 5-1 وكانت ليه وقعه بقى الكابتن طه اسماعيل ما يحبش يفتكرها اللي اتكسر فيها اللي رجله من دودو انجرا حارس مرمى وراح اعتذر له بقى الغانا بالظبط كده. وهو كمان كان من اللعيبه طبعا الافزاز اللي فاز بلقب هداف الدوري مرتين مصطفى رياض بس الشاذلي كان بقى مكسر الدنيا حاجه تانية بقى حاجه تانية ده حاجه تانية وده من اكتر نكمل مصطفى رياض بعدين نقول الشاذلي ولا ايه رايك نحكي قصه خلص مصطفى رياض وبعدين نحكي الشاذلي بعد الفاصل يلا بينا كمل مصطفى رياض وبعدين نحكي الشاذلي كابتن مصطفى رياض كان بدا لعبه مع نادي الترسانه موسم 60-61 وكان بيشغل مركز الجناح الايمن مع المنتخب المصري في دوره الالعاب في طوكيو 64 وكان هو من اللعيبه اللي دايما مشهوره بالتسديدات يا كابتن شوبير وفاز بلقب هداف الدوري في مرتين وكانوا المرتين في فتره الستينات اللي كان مسيطر فيها هو الكابتن حسن الشاذلي حتى ندي الناس حقها يعني تمام نعم بص يا كابتن بقى انا هقول لك لما اقول بس هقول لك اقف هنكمل ده الكابتن عبد العزيز القبيل اهو ماشي كمل اهو الاسمراني اول واحد على اليمين بس اقف اقف هنا اول كابتن قبيل كابتن حمزه عبد المولى الله الله دي مباراه في السانسيرو نعم مصر والبرازيل نجم نادي الترسانه مصر وايطاليا مصر وايطاليا في السانسيرو تصفيات كاس العالم خسرنا هنا في ملعب الاهلي 2-1 كابتن الديبه سجل ثم رحنا هناك كابتن علاء الحمولي سجل لنا الشوط الاولاني 1-1 ولكن من الجليد اللي كان درجه 5-0 كابتن حمزه عبد المولى نجم نادي الترسانه اللي كانوا بيحكوا عنه في الوقت ده ان هو كان اسطوره كبيره جدا ولكن ظلم شويه ان هو برده مش اهلي ولا زمالك صحيح. فالناس ما اتكلمتش عنه بالشكل المطلوب واحد من اساطير نادي الترسانه واساطير الكره المصريه ناخد فاصل بعد الفاصل حسن الشاذلي بس قبل ما اروح لفاصل بهني منتخبنا الوطني للكره الطائره كسبنا المغرب 3-1 كنت متنكد بالخساره من كينيا 3-2 كسبنا المغرب الحمد لله وصلنا ربع النهائي مع اوغندا وهنوصل ان شاء الله احنا بامر الله في نصف النهائي بعد كده باحد لها ربنا. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمستمعين بالتاكيد هنستمع الى سياده النائب طارق سعيد رئيس نادي الترسانه الحقيقه بشكره هو مجلس ادارته اللي هقول اسمائهم بالكامل بعد شويه لأنهم سعوا إلى هذه الاحتفالية وهذه المئوية وخلوا الناس كلها تتكلم على الترسانة في ذكرى مئوية هذا النادي العريق الكبير. وصلنا بقى للعظيم كابتن حسن الشاذلي. حسن الشاذلي الراجل اللي ما خدش حقه لا 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 حرفيا يعني لا لا لا. الراجل ده ما تمش تكريمه بالشكل الأمثل لأنه واحد فعلا أسطورة. تخيل يا كابتن شوبير أعتقد أنه في مئوية اتحاد الكرة هيتعمل له تكريم محترم هو الكابتن مصطفى رياض ده شيء بديهي يعني نعم. تخيل أنت الراجل بكمية الأهداف اللي سجلها ديت في وقت كان فيه مثلا 5-6 سنين مفيش كرة أصلا بسبب الحرب يعني عايز أقول لك يعني على حاجة تفصيلة كده صغيرة عن الكابتن حسن الشاذلي هو الهداف التاريخي المصري في كأس الأمم الأفريقية نعم يعني يأتي بس أعتقد الرقم اتضرب أظن لا الهداف لمصر لمصر نفسها لمصر هو الاول صامويل اتو ب 18 هدف لوران بوكو من كوتيفوار تصدق مالوش غير جون واحد ودي في مباراه مع نادي الزمالك سجل في المباراه دي هدفين على مظبوط نعم لوران بوكو ياتي في المركز الثاني ب 14 هدف ثم 13 هدف رشيد ياكيني ثم الكابتن حسن الشاذلي رابع ثاني رابع نعم. هدافين لكاس الامم الافريقيه واول هداف للكره المصريه في كاس الامم الافريقيه بس ليه رقم بقى صامد الوحيد اللي سجل 2 هاتريك في كاس الامم الافريقيه هو مفيش ولا لاعب مصري عملها
ولا مصري ولا افريقي. ياه. ولا مصري ولا افريقي. سجل سنه 63 في مرمى نيجيريا لما كانت في البطوله في غانا كاس الامم الافريقيه. ست حاجه بيكسبنا. 6-3. هو سجل 3 والمرحوم رضا سجل 3. الله يرحمه. ثم عاد للتسجيل في مرمى الكوتيفوار في مباراه لتحديد المركز الثالث والرابع في بطوله كاس الامم الافريقيه 1970 في السودان. محدش لاعب افريقي تاني عمل، هو الوحيد اللي سجل 2 هاتريك. ما شاء الله. بداناها باول هاتريك للكابتن الديبا اللي هو كان سوبر هاتريك في المباراة النهائية أمام إثيوبيا في 57، ثم نهاية بسفيان العلودي نجم الكرة المغربية في مرمى ناميبيا في 2008، وفي الكل اللي احنا بنحكي 17 هاتريك سجل، مفيش حد سجل 2 هاتريك إلا الكابتن حسن الشاذلي. حسن الشاذلي. ولحد قريب زي ما أنت كنت لسه بتشوف بتقول يا كابتن شوبير كان هو تاني هدافي الكورة المصرية، ولكن محمد صلاح خلاص بيتخطى الرقم، فهو كان عنده قدرة. ده أنا فاكر له في إحصائية كده، الهداف الأول حسام حسن، الثاني مظبوط محمد صلاح، محمد صلاح الثالث كابتن الشاذلي. الكابتن الشاذلي. نعم. ولكن طبعا هو الهداف التاريخي للكره المصريه في الدوري، في متصدر نادي المئة 173 هدف للكابتن مصطفى الكابتن حسن الشاذلي، ومنهم اربع هم اثنين لعيبه في تاريخ مصر كانوا هدافين الدوري اربع مرات، كابتن السيد الدزوي 3 مع المصري، نعم، الاسطوره الكبيره، واحده مع الاهلي، والاسطوره الكبيره برضو الكابتن حسن الشاذلي، ولكن الاربعه كلهم مع الترسانة. ويبقى كمان الرقم الأبرز، أكتر لاعب سجل أهداف في موسم واحد 34 هدف، محدش قادر يكسره، محدش يقدر. نعم. يعني رقم صعب أوي كابتن شوبير إن هو يتم كسره، مع إنه عدد مباريات الدوري كان أقل. بالظبط. نعم. عدد مباريات الدوري كان أقل، ولكن الدوري كان 12 فريق. ده في يا كابتن شوبير. نعم. جه في 7 مباريات كان متتالية لو أنا الذاكرة تمام برضو معايا، سجل 19 هدف ما شاء الله في 7 مباريات. انت بتتكلم في رأي يعني حاجه كده غريبه يعني. هو كان ظاهره يعني تهديفيه غريبه، والاغرب في الموضوع ان مع فاندلر ما راحش الاولمبياد بتاعه 64. ما هو حكى لي القصه دي كلها. وقال لي بقيت اتمرن لوحدي الصبح. ايوه. وموت نفسي واشتغلت وما همنيش، بعدها كنت في بطوله الامم الافريقيه كنت الهداف. بالظبط. اللي هي كانت 3. هو اللي حكى لي دي القصه، حكى لي. وكان هو هداف بطوله 3. هو كان حكى لي 63. هو مثقف جدا جدا. كابتن شاذلي كان خفيف الدم، خفيف الدم وخفيف الظل، وغير يعني مهارته كلاعب في الحكايات. قلت لي على حاجه مهمه عليه. نعم. ان هو كان مثقف، بيحب يقرا كتير جدا. جدا. وعلم نفسه انجليزي ما شاء الله. لا ده كابتن شاذلي كان حدوته. ويقعد يتكلم معاك ما تبطلش ضحك لكن بلا اسفاف. والله عمره يعني هو كان صديقي. انا بحب الاجيال الاكبر. كابتن حنفي بستان كان صديقي. لان انا يعني كنت ساكن انا ساكن وانا زمان. انت صديق كابتن حنفي بستان، يبقى اكيد كنت صديق كابتن محمد الجندي. كنت بوصله بالعربيه. بس خلاص بوصله بالعربيه. الاثنين كانوا اصحاب اهلي وزمالك، بس ماتوا فيهم واحد. ده كابتن محمد الجندي مات. هو راح سمع الخبر وهو مروح كابتن حنفي بستان من بعدك برايد، توفى على طول. دخل نام. بطوله 62 63 كان هداف الدوري، كان هداف. هو هداف هو والكابتن مصطفى رياض 5 سنين متتاليه هم هدافين الدوري. كان ليه دور كبير مع الكابتن مصطفى رياض في الفوز بالبطوله. الفوز بقى ببطوله الدوري دي لازم واحد نديله حقه. مين؟ عم كمال الشيوي اللي هو كان المدرب. مدرب الراجل ابن المنصوره. نعم. اللي كان معاه دبلوم صنايع. الراجل اللي اشتغل في شركه غزل المحله. اهو يمكن ديت لقطه كان معمول له حديث في مجله الزمالك العدد. نعم. 105 ما شاء الله. 31 اغسطس 1978. ترسانه تاريخ عظيم وكبير جدا. الصوره اللي ما كنتش عارف فيها اثنين، كابتن مؤمن عبد الغفار مشكورا. قال لي الاسمين، كابتن محسن ابراهيم اللي جنب الكابتن ابو العز، وكابتن ابراهيم منصور اللي بجوار كابتن حسن فريد. يبقى كده كملنا الاسماء كلها. نروح لفاصل ونرجع نكمل مع الترسانه. طبعا الحمد لله رب العالمين. طبعا بشكر ربنا لان ربنا كرمني ان اكون انا رئيس النادي الموجود في ال100 سنه ديت. وطبعا احنا ما ننساش برضو رسائل الانديه اللي قبل كده، نعمل لهم برضو حفله خاصه ان شاء الله بتكريمهم برضو ناس رموز النادي اللي اسهمت في رفع اسم نادي ترسانه. الهدف من المئويه برضو ان احنا نبرز للناس مين هم الابطال الموجودين والعلامات البارزة في تاريخ نادي ترسانة من الشخصيات الموجودة أسهمت في رفع اسم نادي ترسانة خلال السنة اللي فاتوا. لو أنت دخلت داخلة النادي من الأول في جنينة على الشمال، عملنا فيها كل الصور بتاعة الرموز اللي موجودة ديت في خلال السنة اللي فاتوا، سواء اللي عايشين أو اللي ربنا يفتكرهم ويرحمهم، عشان نوري الناس مين هم الترسانة، عشان يبقى حافز للجيل الجاي
او الجيل الموجود حاليا انه يعمل نفس التاريخ اللي عمله الناس اللي قبل كده. حسن حظنا كمجلس اداره ان المئويه جه ميعادها واحنا مسؤولين، واحنا سعداء جدا بان احنا بنحتفل بالمئويه، ولكن في نفس الوقت الواحد بيمر بمراره وحزن لوجود الترسانه في دوري الدرجه الثانيه، وده مش المكان اللائق بيها. واللي احنا بنعمله بنحاول ان احنا يعني نخطط له ونستعد ليه ان الترسانه تعود الى مكانها الطبيعي باذن الله في الدوري الممتاز. ملعب ساب يعني شاف النجوم وشاف فرق وشاف مستوى عالي جدا، والحمد لله احنا ادينا الرساله بتاعتنا وعلى اكمل وجه. وانما في ماتشات كبيره جدا من الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد والمنصوره، كانت فرق جامده، كل الفرق جامده، والاولمبي يعني كانت فرق من الفرق الجامده جدا. ما فيش يعني 12 فرقه احسن من بعض، كل جون كنت بجيبه النادي الترسانه يكسبني هو احسن جون. الحمد لله ان ربنا ادانا العمر وان احنا حضرنا المئويه. المئويه دي انا يمكن ليا جزء فيها حوالي 60 سنه من الناشئين لحد اليوم يعني، فطبعا يعني ده شيء يسعدني وبفتخر بيه ان انا احد ابناء النادي اللي بيشاركوا في مئويه نادي الترسانه، لان طبعا اليوم ده بيتكرر كل 100 سنه، وطبعا يعني ربنا يدي الناس العمر وتيجي اجيال تانيه بعد كده ان شاء الله تسعد وتكون هي اللي بتقيم المئويه. لكن كنت اتمنى ان احنا نكون في مكاننا الطبيعي اللي الترسانة أنشئ من أجله سنة 21 كفريق لكرة القدم، أجيال وراء أجيال، مكاسب وإنجازات وبطولات، ثالث نادي في مصر يحصل على البطولات المصرية. احنا بنشكر طبعا كابتن أحمد شوير الإعلام الكبير على هذا الاهتمام، وده بيسلك صدورنا ان الناس ما زالت بتحب نادي الترسانه. يعني الناس بتقولش اهلي وزمالك، لا بيقولوا اهلي وزمالك وترسانه. وكنا نتمنى ان المئويه دي تكون ونادي الترسانه في صفوف الدوري الممتاز، لكن طبعا سنه واثنين وثلاثه واربعه في تاريخ نادي في تكوين او اعاده بنائه مش كتير. ونتمنى السنه الجايه ان شاء الله نحتفل بمئويه ثانيه بصعود نادي الترسانه، لان هو ده وضعه الطبيعي ان يكون بين انديه الدوري الممتاز. خليني اذكر اسماء رؤساء مجلس اداره نادي الترسانه عبر التاريخ، واحيي مجلس الاداره الحالي مستر سلاوتر، مستر انتونيونس، مراد فهمي وزير الري، لان هم تبع وزاره الري وشركه الترسانه، هم اسمهم جاي منها. السيد عبد الحميد اسماعيل، السيد صلاح الشاهد ده كان كبير اليوران، كابتن ابراهيم الخليلي عليه رحمه الله، السيد الراحل كامل ياسين ربنا يديله الصحه، كابتن عبد المنعم الحاج ربنا يديله الصحه، الكابتن الجميل حسن فريد ربنا يديله الصحه، الاستاذ احمد جبر، واخيرا سيد طارق سعيد رئيس النادي الحالي. ومعانا رئيس مجلس اداره، بصحح معلش انا قلت كابتن صلاح فتاح، كابتن صلاح فتاح امين الصندوق، لكن نائب رئيس النادي والصديق العزيز جدا راجح وهبه. أعضاء مجلس إدارة محمد جلال إبراهيم، أحمد الوليد عبد الحميد، محمد محمود سالم، أحمد بهاء الدين سلمان، ثروت جميل، محمد إمام حسن، تحت السن محمد طارق سعيد، علي أحمد خطاب، ونجل الأسطورة كابتن الشاذلي محمد حسن الشاذلي. أنا وقت خلص بس بسرعة، أول من احترف قلت لي كان من الترسانة. أول واحد احترف من نادي الترسانة كان لاعب بره، كان الكابتن إسماعيل رأفت المليونير اللي كانوا بيطلقوا عليه المليونير، اللي كان لعب للمختلط وبعدين لعب للترسانة وبعدين لعب في تشكيلة المنتخب المصري في كأس العالم على ملعب جورجيو سكاريلي. أجنبي تحسه إنه أجنبي. أجنبي خواجة. خواجة من أصول تركية أصلاً. وبعد كده انطلق في رحلة بقى مع نادي سوشو ونادي ونادي سيت الفرنسي ونادي أولمبيك إليه الفرنسي، كان بيتقاضى راتب 120 جنيه. يا نهار. وصل 250 جنيه، كانوا مسمينه المليونير. هو اللي في الصورة، هو كابتن شوبير في النص. خلاص. مع نادي سيت الفرنسي رأفت. كان حاجة أسطورية جداً. ولعب للترام وفاز مع الترام بكاس مصر سنة 39 وخسر كاس مصر سنة 40 وتوفى في 2004 عن عمر 96 عام، واحد من أساطير نادي الترسانة اللي عدوا ومروا على نادي الترسانة التاريخ العريق. قلت لكم هنعيش مع التاريخ، عشنا مع الترسانة، بنجمها بأسمائها بعظمتها.
كل الشكر للدكتور اللي كان منورنا النهارده دكتور عادل سعد. بشكرك جدا دكتور عادل. انا اللي بشكرك جدا يا كابتن شوبير. دايما كده التاريخ عندنا مليء بالذكريات الجميلة والحلوة لكنها مرة الآن على الترسانة لوجودهم في القسم الثاني. عندي أمل في الله إن شاء الله أنه قريبا يصعدوا إلى الدوري الممتاز وينوروا الملعب كالعادة. خلص الكلام، مسك الختام، سلام.